انا ايه حكايتي، انا ايه حكايتي، مالي حاسس اني تايه ليه؟ وانتي ايه حكايتك، انتي ايه حكايتك، قولي انتي عايزه مني ايه؟ خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهوتك عايز اعرف ازاي وليه. خدتيني وجبتيني في طريق عمري ما مشيت فيه، وطوعتك وهوتك عايز اعرف ازاي وليه وليه ليه ليه. اهلا بكم، هذا برنامجكم اخر نهار وانا معكم محمد الباز. اليوم كان اليوم الاخير في حياه طويله وممتده ومليئه بالعمل والانجاز لنجمنا الراحل الفنان الكبير سمير صبري. يمكن زي ما سمعتوه وهو بيغني، ناس كتيره جدا بتبقى مش مشغوله بالموت، لانه الموت فكره مقدرة ومعقودة بإيد ربنا، وما بعد الموت كمان مقدر ومعقود بإيد ربنا، محدش يعرف عنه حاجة. لكن ناس كتيرة جدا بتبقى مشغولة بفكرة الحياة، ازاي تعيشها وإيه الهدف منها، وإحنا جينا ليه وبنعمل إيه، ومصيرنا ممكن يبقى عامل إزاي. سمير صبري من الناس اللي كانوا بيحبوا الحياة وقرروا ان هم يعيشوا الحياه بكل تفاصيلها، يعني يسعد بوجوده في هذه الحياه، فما يبقاش عنده حلم الا ويسعى لتحقيقه، ما يبقاش عنده هدف الا ويشتغل عشان يحقق هذا الهدف. حتى الساعات الاخيره من حياه نجمنا الراحل سمير صبري كان يتحدث وكان يناقش وكان يتابع. واللافت انه، وهذه حكايه من الحكايات الخاصه جدا عنه، قبل 6 شهور من وفاته زار مقبره والده ووالدته في الشاطبي في اسكندريه، مقبره المناره، ونظف القبر بنفسه ونظف حوالين القبر بنفسه وحط يعني كميه كبيره من الورود وما تكلمش، وكانه كان رايح عشان يطمن على المكان اللي هيرجع له بعد شهور قليلة. زي ما بقول لحضراتكم، سمير صبري فضل لي اللحظة الأخيرة أهي، ويمكن النهاردة دي صورة المقبرة تم فتحها في انتظار جثمانه اللي يعني هيكون هناك غدا إن شاء الله. في الساعات الأخيرة في حياته زي ما بقول لحضراتكم كان متواجد ومتوهج، للدرجة اللي احنا نقدر نقول فيها انه سمير صبري رغم رحلته مع المرض إلى أنه ما تفاجأ. يمكن هوري لحضراتكم آخر صور في حياة نجمنا الراحل سمير صبري، والصور دي كانت موجودة امبارح، يعني تم التقاطها امبارح بالليل لحد الساعة 1 بالليل في فندق ماريوت في الزمالك اللي كان بيقيم فيه بعد ما خرج من المستشفى. وهذه الصور النهاردة لقيتها على صفحة زميلتنا العزيزة الصديقة الإعلامية إيمان أبو طال. دي آخر صور للفنان الراحل سمير صبري. عن هذا الذي جرى في الساعات الأخيرة لسمير صبري بقول لحضراتكم هذه هي الصور الأخيرة. خلينا نتحدث مع الصديقة العزيزة الإعلامية إيمان أبو طالب. إيمان أهلا بيكي، والبقاء لله وخالص عزائي ليكي في وفاة فناننا الكبير الراحل سمير صبري. البقاء لله يا دكتور محمد. الحقيقة احنا بنعزي نفسنا وبنعزي كل جمهوره في كل أنحاء العالم، لأنه أستاذ سمير الله يرحمه ما كانش فنان عادي وما كانش أستاذ إعلام عادي، هو كان أستاذ من طراز فريد وكان مختلف وكان تركيبة إنسانية غاية في الروعة والجمال ومتفردة كمان. وقوليلي إيه كواليس اللقاء الأخير ده؟
الحقيقة امبارح كلمت أستاذ سمير، وأنا الحقيقة هو صديق وأخ وأستاذ، وأنا أعتز بيه وأفخر بيه جدا. فأنا دايما من وقت للتاني أروح له ودايما أكلمه. بعدين قال لي أنت فين يا إيمان، تعالي نلعب كوتشينة. هو كان بيحب قوي لعب الكوتشينة. قلت له خلاص يا أستاذ أنا هجيلك بالليل. بالفعل رحت الأستاذ سمير الساعة 9:30 بالليل بالظبط، وكلمت مجموعة من الصديقات والأصدقاء يكونوا موجودين، أميمة ونسيم ونيفين وهبة، واتجمعنا كلنا وقعدنا. بعدين طلعنا اتعشينا، وكان في أحسن حال، كانت حالته كويسة قوي 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 قوي، وهو دايما مشرق ومتفائل وشايف بكرة حلو. وقعدنا اتكلمنا وقال لي أنا سجلت النهاردة حلقة في نادي الجزيرة مع حسن يوسف، مع النجم القدير حسن يوسف، وانت عندك حلقة مين بكرة بالخط العريض؟ قلت له عندي النجم احمد عبد العزيز. فقال لي فرجيني البرومو، وقعدنا اتكلمنا كتير جدا في كل شيء، وكأنه احنا دايما بنتكلم مع بعض، لكن امبارح كأنه ختام الكلام. يعني يا استاذ انت مش هتطلع معايا؟ قال لي ابقى كويس بس واعمل معاكي زوم او اعمل معاكي تصوري معايا. طب يا استاذ امبارح حصل حاجتين اغرب من بعض. اول اتفضل. حاجه لقيت نفسي بقول له، وانا عاده ما اتكلمش في بكره كتير مع حد يعني، وانا قاعده مع حد، قلت له يا استاذ ازاي وانت قاعد دلوقتي في الماريوت والمكان لطيف والزحمه والناس حواليك والونس، ازاي هتستوعب ترجع البيت تاني في المهندسين؟ فقال لي مش عارف، بس مش هعرف ارجع تاني. فامبارح حتى اصحابي بصوا لي يعني ان انا ما كانش المفروض اقول يعني ازاي هتعرف ترجع تاني. فدي كانت حاجه غريبه. امبارح واحنا بنتعشى سوا لاول مره كلنا نطلب نفس الطبق، كلنا بلا استثناء، يعني على الاقل حتى حد كان يغير، لا كلنا كنا. والحقيقه اتكلم عن ناس كتير جدا امبارح، وقعد حكى لي عن ذكريات لي، وهو كان يحب قوي 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 يحكي عن زمايله. والحقيقه استاذ سمير وكل الناس يعني اللي مين اهم الناس، مين اهم الناس اللي اتكلم عنهم او اشار ليهم؟ هو دايما يتكلم عن كل الناس، لكن امبارح اتكلمنا عن سماح انور. امبارح بمناسبه اني كنت بوري له البرومو بتاع احمد عبد العزيز، فقال لي كلميه لي. فكلمنا استاذ احمد بس هو ما ردش على التليفون، من تليفوني انا كلمته لكن هو ما ردش على التليفون. اتكلمنا عن اللي حصل لما تعب، اتكلم عن الدوله لما وقفت معاه، قعد حكى لي قد ايه هو كان ممتن من ده وقد ايه هو سعيد رغم ان احنا مع بعض طول الوقت يعني. وجاب لي بعض الاسماء من اصدقائنا. فانتوا سبتوه الساعه كام يا ايمان؟ انا سبته بالظبط الساعة 2:45. 2:45. ايوه كان في يعني كويس انت جدا، بتقولي كان كويس جدا وكان صحته جدا. كويسة جدا. وامبارح كل الناس في الاوتيل واحنا قاعدين بره، كل الناس تيجي تسلم عليه، فاقول له قادر تتصور؟ يقول لي جدا. فكل الناس امبارح فضلت تتصور معاه، وكنت انا اللي بقوم اصورهم علشان انا عارفة ان هو طب بيحب يطلع معايا. وتم اكتشاف وفاته ازاي، او ظروف وفاته كانت عاملة ازاي يعني؟ بالحقيقة احنا كنا متفقين ان احنا النهاردة هنتقابل، هكون عنده الساعة 7:30 عشان نتفرج سوا على الحلقة بتاعتك، على الحلقة اللي كنت بحكي له عنها، وشاف البرومو بتاع الحلقة بتاعتي. فالحقيقة ان هو الصبح صحي الساعة حوالي الساعة 8 لربع الصبح، واخد اليانسون بتاعه، وبعدين قعد على سيره مرة تانية. وبعدين المساعد بتاعه وعيد بيحاول يتكلم معاه، لقى ما بيتكلمش خالص، وكان يعني كان توفاه الله يعني تقريبا. هو توفى في حدود الساعة يمكن 10:30 11 الا ربع بالتقريب يعني. وطبعا النهارده جه كل الناس، راحوا الاستاذ سمير الله يرحمه. والحقيقه استاذ سمير النهارده انا قريت حاجه على السوشيال ميديا لفتت نظري، انه في حد بيقول ايه كم الصور اللي مع سمير صبري، ايه كل الناس اللي اتصورت مع سمير صبري فجأة. ايوه اللي عايز يعرف مين هو سمير صبري يشوف سمير صبري كان بيعمل ايه مع كل الناس. صحيح صحيح. يشوف استاذ سمير اللي بيتواصل مع الكبير والصغير. الحقيقه احنا اجيال مختلفه، لكن طول الوقت كان هو بالنسبه لنا قدوه واستاذ، وقد ايه منتهى التواضع وقد ايه منتهى الجمال. وانا عمري ما هنسى يوم عيد ميلادي اللي فات في ديسمبر. الحقيقه هو كان موجود رغم ان كان بدايه تعبه، وبعدين غنى لي الاغنيه بتاعته، وبعدين كنت سعيده جدا جدا، واتصورت فيديو. وانا ما احبش انزل صوره لحد الا لما استاذن منه، فكلمته قلت له استاذ سمير ممكن انزل الصوره؟ قال لي انت مجنونه نزلي فورا.
قد ايه هو انسان جميل وقد ايه صحيح صحيح بيحترم كل الناس. والحقيقه يعني استاذ سمير ليه مننا كلنا كل المحبه والتقدير، والحقيقه هو انسان فوق العاده واستاذ فوق العاده. ولولا استاذ سمير واساتذتنا الكبار احنا ما كناش نبقى موجودين. فهو صحيح، كان على المستوى احنا الانساني خسارتنا فيه الحقيقه انسانيا وفنيا صحيح. كبيره جدا. انا صحيح. بشكرك، انا بشكرك الصديقه العزيزه الاعلاميه ايمان ابو طالب على هذه التفاصيل، يعني يمكن وثقت الساعات الاخيره في حياه فناننا الكبير سمير صبري. وانا متوقع انه سمير صبري مات كما يتمنى، يعني مات وهو واقف على قدميه، قام من النوم، شرب اليانسون بتاعه، وبعدين قعد على السرير ومات في يعني في لحظتها دون ان يزعج احد، ودون ان يعني يستدعي احد، ودون ان يفزع او يربك احد. كانت حياته ماشيه بهذه الوتيره طول الوقت. إن سمير صبري اذا اردت ان تلخص حياته في جمله فهو الرجل الذي لم يزعج احدا قط، أو لم يزعج أحدا على الإطلاق، بل كان مصدر سعادة ومصدر بهجة كبيرة جدا لكل الناس اللي كانوا حواليه. يمكن إحنا هنبقى مكملين مع حضراتكم، يعني هنطلع فاصل ونكمل مع حضراتكم حديثنا عن قيمة هذا الرجل الذي فقدناه اليوم، لأنه كان بيمثل إضافة كبيرة جدا لحياتنا الفنية ولحياتنا الثقافية. ونحن نودع سمير صبري الوداع الذي يليق به. فاصل ونستكمل حديثنا عنه معكم إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وهذه التغطية الخاصة والاحتفاء الخاص برحيل، شوفوا يعني احتفاء برحيل فنان كبير، لأنه عندما يرحل الفنان هو يبدأ حياة جديدة، حياة بقى بنقعد احنا نستعرض خلالها ما قدمه وما أضافه للحياة، لأنه مثل سمير صبري الحقيقة لا يموت. الحقيقة منذ إعلان الخبر عدد كبير من الفنانين توافدوا على مكان إقامته على الفندق في الزمالك، والفنانين من أعضاء نقابة الفنانين كمان كانوا متواجدين من اللحظات الأولى، لأنه زي ما بقول لحضراتكم الجميع اليوم يودع سمير صبري الوداع الذي يليق به. خلينا نستمع في البداية الآن إلى الفنانة الكبيرة نهال عنبر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. وخالص عزائي لحضرتك ولجموع الفنانين ولجموع المصريين الحقيقة في وفاة نجمنا الراحل سمير صبري. يعني هو كان بيحب الناس جدا وعشان كده كل الناس بتحبه. صحيح. وكان صاحب واجب قوي. يعني ما بيسيبش واجب في حته ما بيعملوش. يعني لو يعرف اي حد تعبان، اي حد اي حاجه، ما بيسيبش. يعني هو راجل كان صاحب واجب قوي الله يرحمه. يعني انا عارف انه من حضرتك من موقعك كفنانه ومن موقعك ايضا في النقابه كنت متابعه الحاله الصحيه للاستاذ سمير. يعني خلال الايام الاخيره كان حالته عامله ازاي، خاصه انه انا عرفت انه لغايه النهارده الصبح زي الفل. يعني لغايه النهارده الصبح كان زي الفل، مش اي حاجه خالص، واخد شاوره وفطران، واخد الشاور بتاعه ودخل نام. قدر بقى يعني ميعاده جه. المفروض انه بكره ان شاء الله يا فندم يعني هتبقى المراسم ازاي؟ ان شاء الله في مستشفى العجوزه دكتور اشرف، وانا يعني مجموعه النقابه الامير مكرم، وهنروح ان شاء الله. المراسم بتاعته هتبتدي الساعه 9 الصبح بالنسبه للمراسم التغسيل والحاجات دي يعني. واحنا نقلناه مستشفى العجوزه ودخلناه بالسلامه في مكانه يعني. وبعدين بكره ان شاء الله 9 الصبح هنروح هناك، هنخلص المراسم، هنطلع بيه على الشيخ زايد الشرطه، مسجد الشرطه. مسجد الشرطه، يحصل الصلاه بتاعته ان شاء الله وعليه يعني. وبعد كده هنطلع نتوجه على اسكندريه. يعني الصلاه على طول يعني فور انتهاء الظهر. وبعد كده هناخده ان شاء الله ونطلع على اسكندريه في اتوبيس، في مجموعه الفنانين كلها اللي عايزين يطلعوا، كل الاحباء واصدقائه وقرايبه، كل الناس اللي عايزين يطلعوا، في باص مخصوص طالع بالمجموعه كلها. نطلع مع بعض ان شاء الله ونرجع مع بعض باذن الله على طول. هنروح يعني
نفطر ونرجع ان شاء الله. في ميعاد محدد للعزاء يا فندم؟ العزاء يوم الاثنين ان شاء الله في الشرطه في الشيخ زايد، في مسجد الشرطه. ان شاء الله. وخالص عزائي لحضرتك ولجموع الفنانين. ربنا يخليك. ربنا اشكرك يا فندم. طيب يعني احنا قدام حاله فنيه اعتقد انها نادره جدا، لم تتكرر في تاريخنا الفني والثقافي. انت قدام شاب مصري دخل عالم الفن والاضواء من خلال نافذه عبد الحليم حافظ، لانه عبد الحليم حافظ كان يسكن نفس العماره اللي كان موجود فيها سمير صبري وهو شاب صغير. وعشان يتعرف سمير صبري على عبد الحليم حافظ ادعى انه يعني مش مصري، يعني انه اجنبي، واسمه بيتر، وبدا يعني يتكلم مع عبد الحليم حافظ وبدا يحكي له، لحد ما عبد الحليم حافظ عرف حقيقه جاره الشاب الصغير، فبدا ياخده ويدخل بيه الى عالم الاضواء وعالم الشهره. سمير صبري ليه جمله مهمه جدا، قال انا شبعت من كل حاجه. شبعت من انه انا كنت عايز امثل فمثلت، كنت عايز اغني فغنيت، كنت عايز ارقص فرقصت، كنت عايز ابقى مشهور فمشيت في الشارع الناس تشاور علي. صحيح انه سمير صبري ما عملش ثروه ضخمه من الفن، كان بيعيش حتى في سنوات الاخيره عايش على قده، وهو ده نموذج للفنان، لانه في ناس كتيره جدا بتبقى معتقده انه الفنانين يعني عندهم في طبعا فنانين عندهم ثروات كبيره، لكن سمير صبري الحقيقه عاش طول الوقت الحياه كما يحب، وانفق على هذه الحياه تقريبا كل ما كسبه وربحه. لحد اللحظه الاخيره يمكن ايمان ابو طالب بتقول لنا معلومه انه اخر حلقه تسجلها للاذاعه مع الفنان حسن يوسف، لكن هو شارك في السنوات الأخيرة يمكن في فيلمين، فيلم محمد حسن اللي هو كان بطولة محمد سعد، وفيلم اتنين طلعت حرب اللي أخرجه مخرجنا الكبير مجدي أحمد علي، واللي حصل عليه سمير صبري على جايزة. ويمكن احنا معانا الصور اهي، دي الصور اللي كان التقى بيه فيها مجدي أحمد علي وخد له الجائزة اللي حصل عليها النجم سمير صبري في كان تقريبا مهرجان اسكندرية على ما أذكر، في فيلم اتنين طلعت حرب. فهو ظل يعمل حتى اللحظة الأخيرة. كمان سمير صبري تحسب له أنه أحد دي الجائزة اللي حصل عليه، واحد من اللي حطوا قواعد إعلام المتعة في العالم العربي، اللي هو يعني ازاي انت تقعد قدام برنامج خفيف ظريف جدا وبعدين تلاقيه مليان بالثقافة والفكر والتأمل، يدير حوارات مع عمل برنامج بتاع النادي الدولي، وبعدين عمل بعد كده هذا المساء حواراته الإذاعية وحواراته التلفزيونية، صداقاته بعدد كبير جدا من أكابر البلد. يعني سمير صبري كان قريبا من أكابر البلد، من الرؤيين الكبار، الأستاذ نجيب محفوظ والأستاذ حسين عبد القدوس وتوفيق الحكيم، ويعني الشعراء الكبار والفنانين الكبار كان موجود في هذا المناخ. وليس غريبا أنه سمير صبري يبقى نتاج هذا المناخ الثقافي الفكري الكبير. عايز بس أقول لحضراتكم حاجة، أنه خلال السنين اللي فاتت دي سمير صبري كان مكتئب جدا وكان محبط، لكن لم يكن يفصح عن ذلك. وأنا يمكن في يعني مناقشات كتير بيني وبينه تليفونيا والتقينا أكتر من مرة، كان بيقول لي أنا مش عارف إيه اللي حصل لمصر، إيه اللي حصل للثقافة، إيه اللي حصل للفن، ليه ما فيش كبار، يعني ليه ما فيش رؤيين كبار وفيش مبدعين كبار فيش شعراء كبار، حتى يعني قال لي ليه ما فيش كتاب صحفيين يبقوا زي زمان. لأنه لما يجي يقارن سمير صبري بين اللي شافه وبين يعني اللي عاش فيه خلال السنين الأخيرة، هيلاقي فرق كبير جدا بين مصر بين عصرين
هو عاش مع العمالقة، وبعدين بقول أنا افتقدت كل الناس اللي أنا كنت أعرفهم ماتوا ورحلوا ومفتقدهم. يمكن ده كان سر من أسرار أنه يعني كان محبطا ومكتئبا، لكنه لم يفصح عن ذلك كثيرا. يعني يمكن إيه، أنا كنت بعرف أنكشه شوية فكان يفضفض يعني. ولذلك عايز أقول إيه بقى، أنه ده مش مجرد فنان، لأنه مثلا كان ليه دور كبير جدا في أنه يكون عندنا مهرجان سينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي. وهنا في آخر النهار كانت لينا مداخلة مع الفنان الكبير سمير صبري، ولما كان هو موجود في الاحتفاء بالفنانة الكبيرة نيلي وعملنا معاه هذه المداخلة، هناخد جزء منها نعيد حضراتكم، نعيد التذكير بيه، وهو بيتكلم عن مساهمته وشهادته على خروج مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة إلى النور. سمعونا يا شباب. أنا عاشرت المهرجان ده منذ، كان فكرة في 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 خيال الأستاذ الكبير كمال الملاخ. كمال الملاخ طبعا. وكنا في بيت عبد الحليم حافظ وهو بيقول معقولة إسرائيل هتعمل مهرجان سينمائي والقاهرة ما فيهاش مهرجان سينما؟ وإحنا عملنا السينما، جات لنا السينما من الأخوين لومير إسكندرية بعد باريس مباشرة. فرد عبد الحليم قال له طب إيه المشكلة يا أستاذ كمال؟ قال له فلوس طبعا، مع المهرجان ده عايز دعم، عايز فلوس. قال له أنا متبرع بثلاث حفلات الإيراد بتاعها، يبقى ده الحصيلة بتاعت إقامة مهرجان القاهرة السينمائي في أمرك. وكانت السيدة نجوى فؤاد زوجة لأحد مديرين فنادق القاهرة، فادانا 50 غرفة لنجوم المهرجان اللي جايين من بره. شهد المهرجان في سنواته الأولى كثير من نجوم العالم اللي استطاع كمال الملاخ بذكاء ومعرفته لهؤلاء النجوم، منهم إليزابيث تايلر. وإليزابيث تايلر كانت ممنوعة زي ما حضرتك عارف. بس كمال الملاخ استطاع ان هو يقنع الرأي العام، يقول لهم احنا عايزين نجيبها نكسبها لصالح القضية الفلسطينية. صحيح، ما تبقى ضدنا. انا عاصرت المهرجان ده منذ بدايته سنة 76. حاليا انا شايف اللي بيعمله محمد حفظي هايل. فهو كان هنا مش مجرد فنان زي ما قال انه مثل وغنى ورقص واشتغل سينما واشتغل تلفزيون، لكن هو كان فاعل في الحياة الثقافية والفنية في مصر. وعايز اقول لحضراتكم حتى بالمصادفة، يمكن النهاردة قبل الحلقة كان النهار تلفزيون النهار بيعرض فيلم البحث عن فضيحة، اللي هو كان فيه بطل مع الأستاذ عادل إمام. وعايز أقول لحضراتكم قيمة سمير صبري، قيمة سمير صبري وسبقه وريادته وجماهيريته وشعبيته كانت بتخلي نجم كبير زي الأستاذ عادل إمام، لأنه كان لسه داخل في طريق النجومية، أنه كان حلم من أحلام الأستاذ عادل إمام أنه يمثل فيلم مع سمير صبري، يعني يبقى بطل لفيلم مع سمير صبري، وجمعهم هذا الفيلم. واعتقد انه البحث عن فضيحة كان نقطة انطلاق كبيرة وجديدة للفنان الكبير عادل امام. فلهذه الدرجة كانت واصلة مساحة تأثيره ومساحة شعبيته ومساحة جماهيريته. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة، يعني الاستاذ سمير صبري صدر ليه كتاب اللي هو حكايات العمر كله، لو الشباب يجيبوا لنا غلافه. انا بنصح انه الناس تقرأ هذا الكتاب، قطعة من الفن المنسوج ثقافة وفن وسياسة وأفكار وتأمل وشخصيات وذكريات. والله أنا أعتقد أنه هذا الكتاب حكايات العمر كله للفنان الراحل سمير صبري يعني يمكن أن يكون مثل الصدقة الجارية، صدقة جارية على روح هذا الرجل. كل واحد ممكن يقرأ في هذا الكتاب ويتعلم ويتثقف ويعرف جزء من تاريخ هذا البلد السياسي والثقافي والفني.
وبمناسبة انه يعني انه هذا الكتاب انا بعتبره صدقة جارية على روح سمير صبري، انا عايز اعرض لحضراتكم صورة وثقها الدكتور شوكت المصري. الدكتور شوكت المصري وهو يعني في هذه اللحظة اللي كان بيسجل فيها او يوثق فيها هذه الصورة كان هو المسؤول عن النشاط الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. عايز اوري لحضراتكم الصورة الاول. يعني دي ده الكتاب الاول اهو، غلاف الكتاب سمير صبري حكايات العمر كله. انا بعتبر بمنطقنا حتى انه هذا الكتاب يمكن ان يكون صدقة جارية على روح كل اللي هيقراه، يتعلم منه، يستفيد، ويدعو لي هذا الرجل بالرحمة. قبل ما اروح للصورة اللي عايز اوريها لحضراتكم وهي صورة تسجل لحظة خاصة جدا، خلوني استمع من الكاتب والمفكر والمثقف الكبير شريف الشباشي عن صديقه الفنان سمير صبري. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا دكتور محمد، ازاي صحتك؟ خالص اعزائي حضرتك، ربنا يخليك. والله عزاء لينا جميعا لانه ترك اثر والله، وترك بصمه في قلب كل واحد فينا. يعني انت تعرف سمير صبري وبينكو حوارات ونقاشات، يعني أيوة. تقدر تقول لنا عنه ايه لو قلنا واحنا بنبحث عن قيمه هذا الرجل او عن اثر هذا الرجل؟ هو قيمة هذا الرجل أولا أنه متعدد المواهب جدا. يعني لا أعتقد أن حد عنده القدرة أنه يكون في نفس الوقت مذيع، وكان مترجم فوري في بداية حياته على فكرة، ثم مذيع، ثم ممثل، ثم مقدم برامج. يعني هو إنسان وهب حياته للفن وللثقافة، وفاكر لما كان يجي باريس كان على طول يقول لي تعالى نروح مسرح، تعالى نروح في عرض حلو قوي لازم نروح نتفرج عليه جديد. اقول له يا سمير انا ماليش، ما بخرجش بالليل قوي، يقول لي لا لازم تيجي معايا. فهو انسان متعدد المواهب جدا، اذاعه، تلفزيون، يعني هقول لحضرتك حاجه عشان تعرف قد ايه هو حياته كلها كانت. انا اول ما تعرفت عليه لسه بقول بالظبط من 54 سنه كتبت بوست عنه. انا كنت شاب صغير ما حدش عارفني خالص. يعني كان عائلتي هي اللي عارفاني فقط يعني. يعني فلقيته بيقول لي تعالى انا هسجل معاك حوار في الاذاعه. قلت له سجل معايا حوار ليه؟ انا لا نجم. قال لي لا مالكش دعوه بس. ولقيته فعلا اسئلته استخرجت مني حاجات في ذلك الوقت انا ما كنتش اشك انها جوايا. يعني هي دي ميزه المحاور اللي هو يعني بيخرج او بيدخل مناطق كده غير مأهوله عند الضيف بتاعه. هو الضيف بتاعه نفسه مش عارفها. تخيل الى اي مدى يعني. فانا مش هنسى الحوار ده من 54 سنه فاكره لغايه النهارده. الله يرحمه. مش عايز اقول بقى كلام بقى كان في باريس على اول ما يجي كان يعني على طول لو حد عيان او حد مريض لازم الاقيه جاي معاه. انما الذكرى الجميله اللي انا بحملها له هي ذكرى حفل الزلزال يا دكتور محمد. حفل الزلزال في 1992 قام زلزال في مصر في كما أكتوبر. ربما تذكر في اكتوبر بالظبط كده. يعني كان زلزال شديد جدا. انا في ذلك الوقت كنت في باريس. ففوجئت بيه بيكلمني بالتليفون وجي باريس وقال لي عايزين نعمل حفلة الريع بتاعها يروح لضحايا الزلزال. وبالفعل قعدنا حوالي شهرين. الحفلة دي أنا ممكن أكتب عنها كتاب. ومغامراته، رجع هو مصر وبقى يروح يعني بقدر المستطاع، ما كنا عايزين ما نصرفش حاجة. فراح لأمير سعودي علشان يدفع الفندق بتاع الموسيقيين وجاب الموسيقيين وجاب كل حاجه. يعني هو كان دوره ان هو يقلص المصروفات. وانا كمان انا كنت بشتغل في اليونسكو قبل هذا، فجبت قاعه في اليونسكو تقريبا ببلاش. اهم قاعه في اليونسكو. فكان الحفل ده من يعني فاروق حسني كان في باريس ساعتها حضر الحفل، قال انا في مصر ما اقدرش اعمل حفل زي ده. تخيل بقى.
هو ودي تفكيره النهارده تفكيره مجرد تفكيره نفسه انه يعمل حفله والريع بتاعها يبقى الضحايا زلزال، يعني البعد الانساني عنده وانه بيفكر بهذا الشكل بالزبط. ده امر امر عظيم جدا طبعا. بالظبط جدا. صحيح يعني بشكر حضرتك جدا استاذ شريف الشباشي على يعني هنا ايه اضافات للصوره الانسانيه. يمكن انا ما انساش حوار للاستاذ نور الشريف لما كان في احد البرامج التلفزيونيه وكان بيتكلم لما تعرض الفنان نور الشريف لحمله صحفيه كانت ضخمه جدا لما عمل فيلم ناجي العلي، وتم تخوين نور الشريف وكان تقريبا في حاله حصار على نور الشريف، كانت اللي بتقود هذه الحمله جريده اخبار اليوم الاستاذ ابراهيم سعد الله يرحمه. نور الشريف قال انه ناس كتيره جدا بطلوا يكلموني واتصلوا بيا، وكان الوحيد اللي بيتصل بيا يوميا هو سمير صبري يقول لي يعني ما انتش عايز حاجه، انا جنبك، انا معاك، ما تقلقش. فهو ده سمير صبري اللي هو لا يبقى بقى الا الانسان، لا يبقى الا هذه القيمه اللي قدمها. ولذلك مثلا ناس كتيره جدا ممكن تبقى باصه للفنانين والحياه الفنانين، انا هنا لا ازكيه على الله، ولكن الدكتور شوكت المصري حكى هذه الحكايه على صفحته حتى على الفيسبوك، وهنا اوريكم هذه الصوره. ورينا الصوره دي يا داخل، ورينا الصوره دي بتاعت الاستاذ سمير صبري في معرض القرار الدولي للكتاب وكان عنده ندوه. هذه الصوره صبري يصلي فيها قبل احدى الندوات اللي شارك فيها في معرض القرار الدولي للكتاب. ايه اللي حصل؟ دكتور شوكت المصري بيحكي على صفحته، لو البوست معانا يا شباب اهو، بيقول فيه في اواخر يناير 2016 كانت اول مره قابل فيها الفنان سمير صبري. كنا في معرض الكتاب وكان عنده لقاء في المعرض، وبسبب الزحام اتاخر ربع ساعه عن موعد حضوره، مش عن موعد الندوه، بسبب الزحام اللي في شارع صلاح سالم. يوميها اول ما دخل سالته تحب تشرب ايه يا فندم قبل ميعاد الندوه، قال لي سيبك من الشرب دلوقتي وقول لي القبله هنا ازاي عشان الحق صلاه المغرب، واقفل الباب وراك عشان بحب اصلي في هدوء. قلت له حاضر، بس ما قدرتش ما صورش قبل ما اخرج، واحتفظت بالصوره دي ليومها الموعود، وهو اليوم جه. ربنا يجعل النهارده اجمل واسعد ايامه زي ما خلى حياتنا سعيده وجميله دايما. هنا ناس كتيره جدا ممكن تقول لي يعني ما هو انت جاي تزايد بالصورة دي عشان تقول لنا انه سمير صبري بيصلي. لا، احنا بنحاول نكمل الصورة الانسانية لهذا الفنان الانسان العظيم، مش مسألة لانه انا الصلاة وكل هذه الطقوس الدينية بينك وبين ربنا محدش يعني، لكن حتى لا يزايد احد، لانه احيانا في ناس كده بيحتكروا التدين وبيحتكروا ان هم قريبين من ربنا وان هم بس اللي بيصلوا وان هم بس اللي يعني بيطيعوا ربنا، مع العلم انه الجميع، لان احنا جميعا متشعلقين وعشمانين وطمعانين في رحمه ربنا. فيعني ربنا يرحم فناننا الكبير الراحل سمير صبري، وزي ما قلت لحضراتكم يعني اذا اوصيكم فانا اوصيكم بالكتاب بتاعه حكايات العمر كله، هتلاقوا عنده كتير قوي، وانا لازلت اعتز بلقاء جمعني بيه في منزل دكتورة لوتس عبد الكريم. الحقيقة الصورة هو طلع منها، يعني هو سبحان الله وكأنه هو طلع من الصورة. لا يعني ابعد الصورة شوية عشان يظهر الفنان سمير صبري. انتوا طلعتوه من الصورة كده بعد ما مات. فده كان لقاء في منزل الكاتبة الكبيرة والفنانة لوتس عبد الكريم، وكان موجود فيه الفنان سمير صبري. يمكن يومها كان غضبان جدا وكان زعلان جدا وكان مستاء جدا، لأنه كان شايف أنه اللي بيحصل في الفن والثقافة والإعلام في مصر ما يناسبش دولة بحجم وقدر ومكانة مصر. يمكن دخلنا في نقاش حاد شوية، لكن احترمت جدا ثبات هذا الرجل، واحترمت جدا مثابرة هذا الرجل، واحترمت جدا قناعة هذا الرجل ودفاعه الكبير جدا عن مصر وعن قيم مصر
ويمكن من آخر التصريحات ولما خرج من المستشفى وقال في رسالة للناس، قال يا جماعة البلد دي لازم كلكم تشتغلوا عشانها، والبلد دي لازم تلتفوا حول رئيسها وقائدها، لأنه مفيش إنقاذ للبلد دي من غير وجود هذا الرجل ووجود هذا الجيش ووجود هذا الشعب. معرفش الصورة لسه عند الشباب ولا لأ، لكن كل ما أتمناه وكل ما أطلبه من حضراتكم أنه يعني نقرأ له الفاتحة ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتولاه ويتغمده برحمته ويعني يمنحه ثواب عظيم بقدر ما منح الناس من بهجة طوال حياته. وهي دي الصورة اهي، يعني يا إما سمير صبري فيها يا إما أنا فيها، لكن على أي حال ليرحمه الله. وخلونا نطلع فاصل ونكمل مع حضراتكم موضوعاتنا، لأنه احنا عندنا حاجات كتيرة جدا محتاجين نتكلم فيها مع بعض. يمكن آخر حاجة بيان النيابة اللي طلع أنه النيابة بتحقق مع 20 مستريح في أسوان، إيه الحكاية دي؟ خلينا نروح لبيان النائب العام. أهلا بحضراتكم من جديد. عايز أقول لحضراتكم بجد مصر فيها حاجات أحيانا عصية على الفهم، مبقاش فاهم في إيه اللي بيحصل يعني. يعني في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعايز أقول لحضراتكم إن إحنا عندنا هنا أزمة اقتصادية مستوردة، يعني زيادة أسعار مستوردة، تضخم مستورد. في أسباب صحيح داخلية، لكن الأسباب الخارجية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة الاقتصادية وإلى زيادة الأسعار هي أسباب مستوردة. في ظل ده وفي ظل ما الناس بتدور على حلول لهذه الأزمة، وهنا بقول لما أقول الناس بتدور على حلول لهذه الأزمة فأنت بتتكلم على كل المستويات، يعني من رأس الدولة بتتكلم على الحكومة، بتتكلم على قطاع خاص، بتتكلم على مجتمع أهلي، بتتكلم على مواطنين. فتنفجر في وجوهنا ظاهرة غريبة جدا، وهي ظاهرة المستريحين. احنا كنا في مصر يعني كل 3 4 5 6 شهور يتم الإعلان عن مستريح، مرة مستريح في دمياط، مرة مستريح في المنوفية، ومرة مستريح في اسكندرية، ومرة وبعدين لقينا بقى انه تم الإعلان مرة واحدة عن 20 مستريح في أسوان بس. وبعدين أنا بالنسبة لي بعد ظهور المستريحين في دمياط والمنوفية، أنا دمياطي، فيعني بعد ظهور المستريحين في دمياط والمنوفية فممكن يظهروا في أي حتة في العالم، يعني اللي ياخد من الضمايطة والمنايفة فلوس كده وما يرجعهمش فيقدر يعمل أي حاجة في أي حتة في العالم. وأنا بقى إيه عشان ما حدش زايد يقول لك أنت بتقول إيه على الضمايطة، أنا راجل دمياطي وفاهم يعني. البيان بتاع النائب العام اللي طلع من يعني يمكن دقايق بيقول ايه؟ نقراه كده مع بعض عشان نشوف هذه الظاهره. النيابه العامه تباشر التحقيقات في 28 قضيه مستريح باسوان. 8، خلي بالكم الرقم، 28 قضيه مستريح. تباشر النيابه العامه التحقيقات في 28 قضيه باسوان متهم فيها 37 متهم بدعوة الجمهور علنا لتلقيهم أموالا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا. مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال فضلا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال. يبقى أنا عندي 28 قضية مستريح، فيهم كم متهم؟ 37 متهم. طيب النيابة العامة كانت تلقت في أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه حتى اليوم بلاغات، خلي بالكم بقى من كام؟ من 3922 مجني عليه. يعني القضية 28 قضية 37 متهم، المجني عليهم 3922 مجني عليهم بدائرتي مركز إدفو وكومومبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر ب 455 مليون و 931 ألف و 745 جنيه. يعني إجمال القضايا دي يعني الناس والله أرقام غريبة جدا، 455 مليون 931 ألف 745 جنيه.
النيابة استمعت حتى تاريخه لشهادة 829 من المجني عليهم، اللي هم كام؟ حوالي عندنا ما شاء الله يعني 3922. النيابة استمعت ليه 829 وأمرت بحبس 17 متهم وضبط وإحضار المتهمين الآخرين. طيب النيابة بتقول إنها اتخذت إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وعينت مزرعة يملكها أحد المتهمين وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضبطت بها بالمزاد العلني تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزراعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريد ثمن بيعها المقدر بخمسة مليون جنيه. يغول بالناس، ما هو يعني أنت بتتكلم على 455 مليون، 931 ألف، 745 مليون، المشاة اللي اتباعت بخمسة مليون فقط. تم توريدهم لخزينة المحكمة على ذمة القضية، كما ورد إلى خزينة المحكمة مبالغ أخرى تم ضبطها تقدر بمليون وتلتمية اتنين وتمانين ألف وتمنمية، فضلا عن إيداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة. يعني ما فيش حاجة. خلينا أنا بقى يعني مع حضراتكم كده نبص ليه هذا المنظر. كلام النيابة كده خلاص، يعني كان في شائعات كتيرة جدا، شائعات كتيرة جدا يعني الناس قاعدة ترددها عن مش عارف كم مليار وكم. احنا بنتكلم على 28 قضية فيهم 37 متهم. الارقام اللي تقال 455 مليون، يعني انت بتتكلم على 456 مليون اتباعت ماشية ب يعني 5 مليون، اعيدت فلوس حوالي مليون وشوية ذهب. السؤال الوقتي، السؤال الوقتي، الناس دي اللي هو حوالي 3800 واحد راحوا حطوا فلوسهم عند المستريحين، فيهم ناس كتيرة جدا. هذا سؤال قانوني، والله أنا بدور على إجابة قانونية لهذا السؤال. مواطن راح أدى فلوس للمستريح، وظيفته عمله، ما تقولش إن معايا الفلوس دي. في واحد من الناس دي قال أنا اديت 132 مليون، واحد بس بيقول اديت 132 مليون، وانا في احدى القضايا اللي كنا بنحقق فيها كان في فراش في مدرسه ادى الواحد من المستريحين 6 مليون جنيه. طيب خلينا يعني من حقنا نسال، والله من حقنا نسال، الناس دي هل تحاسب قانونيا؟ يعني يمكن ان يسالوا قانونيا؟ خلونا نستمع من المستشار طاهر الخولي المحامي. اهلا بك يا فندم. اهلا سخير يا فندم. يعني انا عندي سؤال يا فندم، حضرتك يعني تابعت بيان النائب العام وتابعت ما نشر عن المستريحين خلال الفتره الاخيره، هل انا دلوقتي لو رحت اديت فلوسي لهذا المستريح، هذا الشخص يعني، وبعدين الفلوس اللي انا اديتها له لما رحت قدمت بلاغ للنيابه قلت لهم الراجل ده خد مني كذا وانا لا يتناسب هذا المبلغ معايا لا مع شغلي ولا مع دخلي، هل يساءل قانونا؟ لا طبعا لا يساءل قانونا. يساءل سؤال قانونا فيه، ما هو المبلغ ده ممكن يكون عن طريق ورث، عن طريق ان مصدر اموالي دي مشروعه، عن طريق ان انا كنت عندي شويه اسهم في البورصه وبعتهم ودي فلوس. يعني انا مين اللي قال ان انا عشان انا معايا فلوس ابقى انا ابقى لص؟ لا يعني انا ما بقولش فلوس في المطلق يا فندم، لا ما بقولش فلوس في المطلق، يعني يعني انا لما رحت مثلا شغال مدرس في مدرسه ما، هل النيابه ما يعني لا تسال عن مصادر فلوسي دي؟ مش من حقها؟ لا مش هتسأل ليه؟ ما انت ممكن يكون الفلوس دي يعني ممكن تبقى يعني فلوسك حقيقيه وارثها، تمام، فهتسأل ليه؟ يعني محدش يجي يسألك انت جايب الفلوس دي منين؟ كويس، محدش يجي يقول لك دي لإيه؟ الكلام ده امتى؟ لما يكون موظف وبيكتب اقرار كسب غير مشروع، تمام، فبيكتب فيه الاموال اللي هو اللي تحت حيازته او يمتلكها، سواء اموال منقوله او عقارات او اسهم او ده بيتكتب في الاقرار. فاكيد لو هو مع يعني الدوله مش هتجري ورا كل واحد معاه يعني، لا ما هي مش هتجري ولا النيابه هتجري، مش هتجري ورا كل واحد، بس دول دلوقتي في قضيه هو يروح يتقدم ببلاغ.
يعني ما حقه، وما حدش هيقول له انت مسؤول ولا فلوسك دي ايه وسببها ايه. كونه انه اخطا وانه اودع هذه الاموال عند يعني عند في الجرائم، عشان التوظيف القانوني لهذه الجريمه هي في الاخر جريمه توظيف اموال. وجريمه توظيف الاموال هي مش ظاهره على فكره، هي موجوده وموجوده من ايام قضايا الريان والشريف لو حضرتك تتذكرها من اكثر من 30 سنه. وهي في الاخر توصيف ان دي قضيه توظيف اموال في الاخر. ان الراجل بيتلقى اموال، بيدعو الناس انه يتلقى منها اموال ولم يحصل على ترخيص سواء من الرقابه الماليه او من البنك المركزي بتلقي الاموال، وبيدي فوائد طبعا اكتر، لازم تكون ضعف اللي في البنك، فبيطمع الناس وبيبتدي يديهم في الاول الناس تاخد فلوس شهرين ثلاثه سنتين ثلاثه، الناس شايفه العمليه بتكبر وهو بيكسب احسن. ففي الاخر احنا امام قضيه توظيف اموال، والنيابه العامه فعلا الاجراءات القانونيه اللي اتخذتها دي صحيحه، انها فعلا تحفظت على اموالهم، واذا كان في اموال حيوانات او ماشيه قامت ببيعها فعلا وحصلت الفلوس دي او تعتها في حساب ان المودعين في الاخر دول احنا هيبقوا احنا القانون مودعين. القانون يا فندم مودع. القانون العقوبه لهؤلاء، يعني قلت دي عقوبه جريمه توظيف اموال، يعني العقوبه اللي بتبقى بتنتظر هؤلاء، احنا عندنا 28 قضيه فيهم 37 متهم، فيهم ناس طبعا رؤوس للمساله وفي معاونين ليهم، يعني العقوبه القانونيه بتاعتهم ايه؟ ما هو العقوبه النهارده دي جنايه، دي جريمه توظيف الاموال، هذه جنايه. فاحنا النهارده عقوباتها بتصل للسجن، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت كل اموالك بتتحفظ عليها. رقم ثلاثه، بيتعمل له جريمه بعد كده اسمها جريمه غسل اموال. ما هو الاموال دي هو خدها تلقاها من الناس ويستخدمها واشترى مواشي واشترى عقارات واشترى عربيات واودع في بنوك، فدي جريمه كمان غسل اموال، ودي برضو دي جريمه جنايه ايضا. فهو النهارده بيواجه جنايتين. يعني دي العقوبه بتاعتها. لكن الشخص اللي حط الفلوس ده محدش ليه علاقه بيه، محدش يقول له انت رايح فين ولا جاي منين. راجل مجني عليه، ممكن شخص، ممكن ست حطت فلوس، شخص بسيط حد كان عنده ايراد وباعه، يعني محدش هيقول له انت جاي يعني الدوله تساله ليه. صحيح لا. صحيح مش صحيح. هتساله في حاجه يعني. صحيح. انت بتسال لما بتكتب ايراد بصفتك اللي انت موظف، بس رجل اعمال مثلا، واحد بيشتغل وظيفه حره، بيشتغل حلاق، بيشتغل اي، وحاطط مبلغ مثلا زي ده، هتيجي صحيح. الدولة تقول له أنت حاطط المبلغ ده ليه؟ لا طبعا. صحيح. مشكورك جدا المستشار طاهر الخولي المحامي. لكن أنا عندي رأي تاني الحقيقة، أو عندي كلام تاني الحقيقة. إذا كان هذا هو القانون، فإحنا بنتعامل بقى بشكل، مش هقول شكل استثنائي ولا حاجة، ولكن بمزيد من البحث، لأنه إحنا مثلا عندنا الوقت في إدارة، في إدارة الرصد، لما بتلاقي فيديو على السوشيال ميديا مثلا، أو بتلاقي حد كاتب حاجة يمثل الجريمة على السوشيال ميديا، بتتحرك هنا، ما حدش قدم بلاغ، فبما يعني أنه في تطور في الشغل بتاع الجهات القضائية. أنا بتكلم الوقت يا جماعة على ناس فعلا فعلا بتبقى مصادر فلوسها غامضة، والناس دي عدد كبير منها، عدد كبير من الناس دول ممكن يكونوا بيعملوا غسيل اموال. يعني لما واحد يطلع يعترف بنفسه كده ويقول انا اديت للراجل المستريح ده 132 مليون، اديته 6 مليون، اديته 10 مليون، اديته 15 مليون، دوله بحالها بهيلمانها مش من حقها تسال من اين لك هذا؟ ولو الفلوس بتاعته زي الفل، وهنا الدولة مش زي ما المستشار طاهر كان بيتكلم انه الدولة مش هتجري ورا الناس، بس انا عندي قضية، قضية الوقت فيها متهمين وفيها ضحايا، وانا على ثقة انه كتير من ضحايا المستريحين دول جناه، كتير من ضحايا المستريحين دول ناس طماعين، ناس زي ما حد قالك كده، اصل هو بيشتغلوا في الاثار والمخدرات وبيجي لهم فلوس كتير، فانت ما عندكش مشكله الفلوس هتيجي منين، وبعدين يقول لك ايه وزروا عليها. انا بدعو والله، بدعو سياده النائب العام انه التحقيقات في هذه القضيه تبقى تحقيقات مختلفه، زي ما بيتم التحقيق مع المتهمين دول اللي هم 37 في 28 قضيه، يتحقق مع الجماعة أو يتم تعقب مصادر أموال الناس. الراجل باع المواشي بتاعته أو باع حتة دهب عند مراته أو باع حتة أرض، ماشي الحال، عرفنا مصادر فلوسه،
هو ده اللي انا بقصده، ان انا اعرف مصادر اموال الناس دي منين، لانه فجأة كده زي ما بقول لحضراتكم ينفجر ده، واللي هو يديك ايحاء. البلد دي غريبة جدا، هي الناس معاها فلوس ولا معاهاش فلوس، هي الناس بتشتكي ولا الناس ما بتشتكيش، الشكوى دي اللي بتحصل حقيقية ولا مش حقيقية. لو انت بتيجي فتعمل شهادة بتاعت 18% فتوصل الفلوس اللي الناس اشترت بيها الشهادة حوالي 600 مليار جنيه، 600 مليار جنيه في الشهادات، تلاقي الحد زي ده، تلاقي مثل هذه الاموال اللي الناس طلعتها، ده احنا بنتكلم من مركزين في اسوان، مركزين في اسوان طلع حوالي 456 مليون جنيه. لا انا بدعو هذه دعوه والله، وقانونا ما هو في روح القانون، يعني زي ما بنطلب انه التعامل بروح القانون في مصلحه الناس، نشوف كمان مصلحه القانون، روح القانون في مصلحه البلد، ونشوف مصادر اموال الناس دي ايه. ليه بقى؟ لان احنا عايزين نبص للازمه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، مش عايز اقول بتامل ولكن بهدوء شديد، لانه خلي بالكم المستريحين دول مش بس النصابين اللي بينصبوا باسم الدين، ما هو مصطفى البنك اللي كان في اسوان كان طالع بيقول لهم انا اللي بعتني السيده زينب اللي باركتني وحطت ايدها على دماغي وقالت لي روح يا مصطفى يا ابني عشان تستثمر فلوس الناس دي، السيده زينب. فالمصريين في مفاتيح كده بتتفتح الابواب عندهم بيها، هيقول لك السيده زينب يا خلاص، ده بقى الراجل ده بركه والراجل ده استحاله ينصب علينا، فيمشوا وراه وهم ماشيين ورا السيده زينب، طلع نصاب في الاخر. في اتنصب على البلد دي من ناس كانوا بيحكموها، يعني البلد دي اتنصب عليها من ناس كانوا بيحكموها، والاخر طالعين يقول لك انه احنا يعني حصلنا على البراءه وانه احنا زي الفل وان احنا فلوسنا يعني بتاعتنا. اللي هو انت بتتكلم الرئيس او يعني رجل موظف عام في الدوله على فكره، المفروض دخله معروف ومفروض دخل الناس اللي في اسرته معروف، فيطلع مثلا يقول لك احنا ايه خدنا براءه واحنا زي الفل واحنا انتصرنا قضائيا. البلد دي بتضحك عليها طول الوقت، والشعب ده بتضحك عليه طول الوقت، والناس بتستغفله طول الوقت. لا، الناس فاهمه وبقت عارفه وبقت يعني لما نيجي نكلمها الوقت في مشكله بتقول له اللي ليه وتقول له اللي عليه. ولذلك خلينا مثلا امبارح لما البنك المركزي رفع سعر الفايده اللي هو 200 نقطه يعني 2%، بقى السحب او الايداع عليه 11 وكذا، وبعدين الاقراض عليه 12 وكذا. في سؤال هنا، هو ليه ده المواطن بقى اللي قاعد على القهوه، قاعد في بيته، قاعد في المواصلات العامه، قاعد في مكتبه، يعني الناس يقول لك طيب انا ده بالنسبه لي هيعمل معايا ايه؟ انا دلوقتي بعاني من مشكله كبيره جدا، عندي الاسعار غاليه، الدخل اللي جاي لي فيه مشكله، والاسعار بتزيد مش بتقل، التضخم بيزيد مش بيقل، الحرب بتاعت روسيا دي مش بنلاقي اخر، ويبدو ان احنا مطولين، حركه التجاره العالميه فيها ازمه، طب احنا اللي عندنا السلع والبضائع اللي عندنا دي قد ايه؟ طب الجنيه بتاعي هيعمل ايه؟ اللي انا الجنيه اللي في جيبي، انا ما بتكلمش على الجنيه اللي في الدوله، لا الجنيه اللي في جيبي ده هيجيب لي ايه؟ هقدر اعمل بيه ايه؟ لانه مثلا انت لما بتعمل رفع للفايده مفروض انه المعلن انه هذا القرار بيكون قرار ضروري عشان تواجه بيه التضخم. وزي ما جه في البيان امبارح بتاع البنك المركزي قال لك انه البنك المركزي مش بيستنى لما التضخم يحصل او يوصل لدرجه معينه فيبدا يرفع الفايده، لا ده البنك المركزي بيعمل دراساته فبيبقى متوقع انه التضخم هيوصل للحد الفلاني فيبدا ياخد قراره برفع الفايده عشان يواجه التضخم. وبيعمل كمان حاجه مهمه جدا وهي دعم العمله المحليه.
فتقول لي طيب احنا عندنا مشكلة، يعني انت بتقول لي انه رفع الفايدة ده عشان يدعم العملة المحلية، طب العملة المحلية بتتأثر بتنهار، الجنيه بيضعف قدام ده، طب القرار ده فالأسعار بتزيد، انت بتقول ان القرار ده بتعمل عشان يواجه التضخم ويواجه الزيادة في الأسعار، لانه انت لما بيرفع الفايدة فالعملة المحلية دي بتروح للبنك عشان الناس تستثمر هناك، فبيقل الفلوس اللي موجودة في السوق، فبيقل الطلب على السلع والبضائع، فسعرها يقل فالتضخم يقل، مش هي مفهومة كده؟ طب ده ليه ما بيحصلش؟ طب واللي حاصل في الذهب، الذهب تحديدا، لانه الذهب رايح جاي وفي فتنة الذهب دي وكلام كتير جدا عن الاسعار، الناس محتاجة تسمع تفسير واضح. وخلونا نستمع من الخبير المصرفي والاقتصادي الاستاذ احمد شاوي. استاذ احمد اهلا بيك يا فندم. استاذ احمد معايا يا فندم؟ حضرتك يا فندم سامعنا يا استاذ احمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا فندم. يبدو ان التليفون سامعني يا استاذ احمد؟ طيب يعني نشوف ال حضرتك اتفضل معايا؟ انا سامع حضرتك اتفضل. طيب انا عايز اسال حضرتك الاول، انا كمواطن لا املك الا مثلا مرتبي في البلد، قرار رفع الفايده ده بتاع البنك المركزي هيفيدني بايه؟ طيب اما نيجي نتكلم على المواطن، هو المواطن تحديدا هو جزء لا يتجزا من الدوله، تمام، متفقين على هذا الامر، تمام، والدوله تحديدا بتمر بازمه عالميه يمر بها العالم اجمع، صحيح، من اكبر دوله لاصغر دوله. طب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن موجه التضخم العالميه المصحوبه بارتفاع الاسعار العالميه نتيجه تباطؤ سلاسل الامداد ببساطه شديده. تمام. طيب التباطؤ دوت اثر علينا؟ اثر علينا. انا كمواطن عادي اعمل ايه في الظروف دي؟ ببساطه شديده جدا، في ضوء ارتفاع الاسعار اللي احنا موجودين فيه القياسي الغير مسبوق مع اجراءات التي اتخذها الدوله سواء على السياسه النقديه او السياسه الماليه، مطلوب من حضرتك كمواطن ترشيد الاستهلاك. واحد، اثنين، البحث عن البدائل المحلية للمنتجات المستوردة التي كنا نتعامل معها. ثلاثة، التركيز على الضروريات في ظل الأزمة الحالية. الأزمة الحالية دي كلنا نتوقع في بداية الأزمة أنها لن تطول، لن يطول أجلها أو لن يطول أمدها، ولكن مع ارتفاع وتيرة العقوبات وارتفاع وتيرة التحركات ما بين طرفي الأزمة فبدأت تطول، وبالتقديرات التي توقعتها المؤسسات الدولية أنه مع انتهاء الأزمة على افتراض اليوم ستزول أو سنعاني من أثرها لمدة لا تقل عن عامين، ولكن مع انتهائها ستبدأ معدلات أو مؤشرات النمو الاقتصادي والتي ستعم على كافة أرجاء القطاعات الاقتصادية. إحنا قبل الأزمة كان عندنا نمو في قطاعات كتير وده كان واضح جدا وانخفاض في معدل التضخم، انما وانس ان حصلت الازمه ده كان اثر على الكل. فاللي احنا عايزين نقوله المواطن العادي نرجو ترشيد الاستهلاك. الدوله بتقوم بالعديد من الاجراءات، عندنا في برنامج تكافل وكرامه دخل فيه ملايين المواطنين، عندنا في مرتبات اتصرفت بدري عن ميعادها، فكل دي اجراءات عشان تقلل من حده ارتفاع الاسعار على المواطن. فبالتالي المواطن برضه لازم يبقى له دور. طيب استاذ احمد، يعني حضرتك بتقول انه المواطن في ظل هذه الازمه يعمل ترشيد الاستهلاك ويدور على البدائل المحليه. طيب هسالك سؤال، انه الكلام انه رفع سعر الفايده ده عشان نواجه التضخم، تمام؟ طيب بيتم ازاي؟ يعني ازاي انا هستفيد في مواجهه التضخم لما ارفع سعر الفايده؟ نشرح بقى الموضوع ونوضح. انا ما كنتش عايز اثقل لا لا اتفضل، لانه احنا الناس عايزين نبقى فاهمين مع بعض. احنا عايزين نقول في بدايه الامر لما بترتفع معدلات التضخم الدوله والاجهزه المعنيه ومنها وعلى راسها البنك المركزي تحديدا لجنه السياسات النقديه ليها دور في ايه يا فندم؟ هدفها يا مواطن الحفاظ على استقرار الاسعار في المدى المتوسط. نمره واحد. نمره اثنين، احتواء معدلات التضخم. طب بتعمل ده ازاي بقى؟
الهدف الجميل اللي احنا قلناه ده عشان ما يبقاش الكلام كده مش موضح. تمام. بتعمل ده من خلال استخدام مجموعه من الادوات السياسه النقديه، ده من ناحيه البنك المركزي اللي هي لجنه السياسات. طبعا لجنه السياسات لما تستخدم ادواتها منها اولا التعامل باداه سعر الفايده، لان لما برفع معدلات الفايده بعمل حاله تقليص للاستهلاك او للعمليات انكماش شويه، الناس تقلل من الاقتراض تحديدا، فبالتالي انا بعمل ايه؟ بحتوي معدلات التضخم بقللها شويه ما عشان اقلل من حده ارتفاعها، وده كان واضح يا فندم، احنا مش الدوله الوحيده اللي قامت برفع معدلات لا الفايدة. صحيح صحيح كل الدول استخدمت الاداه، فبالتالي احنا كدوله مصريه او معجزاتها المختلفه قمنا باستخدام الاداه دي. بس لا، ما عملناش كده بس. عملنا حاجه ثانيه كسياسات نقديه، تم ادراك شهاده 18%. طيب ليه؟ نوضح بقى هنا عشان المواطن يبقى فاهم كويس قوي الحته دي. اتفضل. 18% اللي تم ادراكها من خلال بنكي الكبار الاهلي ومصر في الدوله المصريه، الهدف منها ان حقق للقطاع العائلي ان الودائع بتاعته بتصل او تتجاوز 6.5 تريليون جنيه مصري، اغلب ودائع الموجوده في القطاع المصرفي من 6 تريليون ونص دولت موجودين من القطاع العائلي، اللي هم بيستخدموا الودائع دي عشان يعيشوا حياتهم ويجيبوا متطلباتهم المعيشيه. عايز احقق لهم معدل عائد حقيقي، يعني ايه يا دكتور احمد معدل عائد حقيقي؟ يعني لما اخد ال 18% دي اطرح منها معدل التضخم اللي موجود دلوقتي 13.1 يديني تقريبا 5%، يعني انا دلوقتي بحقق لك عائد حقيقي في ايدك 5%، لان لو انا اديتك فايده مثلا 13 ومعدل التضخم 13، يبقى انا اديتك في ايدك حاجه يا دكتور؟ لا. يبقى بالتالي كان الهدف من الاداه الثانيه اللي هي 18% ان انا ادي سيوله واحسس المواطن ان في ايه؟ ادي يا سيدي معدل عائد حقيقي، ده من الادوات الثانيه اللي تم تطبيقها على السياسه النقديه، الى جانب طبعا ان من ضمن السياسات اللي اتطبقت والتي اثارت بعض الجدل ان كان في عمليه حوكمه او تقليل او يعني بعض الاجراءات على عمليات الاستيراد عشان اقلل من المستورد، عشان اخفف من الضغط على الدولار، لان احنا بنستورد منتجاتنا القمح بالدولار. فبالتالي انا عايز اخفف ضغط شويه على دولار في السلع الثانيه، وبالتالي كان اجراء الحوكمه موجود في العمليات الاستيراديه. ده بالنسبه للشق النقدي. نيجي بقى للشق المالي، الدوله عملت ايه؟ عملت مجموعه من الاجراءات زي ما شفنا، صرف المرتبات بدري، وابتدت تدي بقى بعض الحوافز للمصانع زي ان هو ياجل له شويه ان هو يدفع الضريبه العقاريه على المصانع لمده 5 سنين. الهدف من السياستين مع بعض مع استخدام اداه رفع الفايده اللي هي من ادوات النقديه ان انا اكبح او اقلل شويه من حده التضخم. امريكا نفسها اللي هي من اكبر الدول على مستوى العالم، احنا بنتكلم دلوقتي انه التضخم 8.3 هناك. هناك وصل ده اعلى مستوى قياسي من 40 سنة. 40 سنة 8.3. يعني ايه علاقتها بقى بالحرب الروسية الاوكرانية؟ الى جانب انها زي ما احنا كلنا عارفين، وده مش موضوعنا قوي، الامور السياسية او الضغوط السياسية اللي هي بتتجه ليها عشان موضوع روسيا، فهي اصبحت طرف، وبالتالي عندنا روسيا واوكرانيا من اكبر الدول التي تصدر القمح. عندنا عشان نوضح بقى للمواطن على طول كده دايركت، احنا حاليا نعيش في ازمه امن غذائي، والدوله المصريه ابتدت دلوقتي تقلل من مشكله الامن الغذائي، وابتدت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح تحديدا والسلع الاخرى من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفتره الماضيه. طيب دكتور احمد، اسالك سؤال اخير برضو من الكلام اللي بتم تفسير اللجوء الى رفع سعر الفايده في انه رفع سعر الفايدة بيدعم العملة المحلية، بيدعم الجنيه. أكيد طبعا. طيب، فده بنلاقي إنه لأ، إنه الجنيه بيتأثر، يعني ما بيبقاش صامد. التناقض ده تفسره لنا إزاي؟ طب هفسر لحضرتك الموضوع ببساطة شديدة، والأرقام هي خير دليل عشان إيه؟ طبعا، اتفضل. نختصر هذا الموضوع. أول ما حصلت أزمة روسيا أوكرانيا، تمام؟ ابتدت الأزمة في حدتها سعر الدولار او سعر الجنيه اذا معوم. فمع الازمه اللي حصلت دي وانخفاض مش هنقول انخفاض، هنوضحها، خروج بعض الاستثمارات، الاموال الساخنه زي ما بيقولوا، الهوت ماني زي ما بنقول. طيب الهوت ماني دي على فكره مش احنا بس في العالم اللي بنعتمد عليها كمصر، لا ده كل دول العالم بتتنافس عليها
عشان تبتدي تاخدها وتبتدي تعود استثمارها في الاستثمارات التي تقوم بها الدول من خلال دعم موازنتها، من خلال انها توفر سلع استراتيجيه. مش هي دي النقطه دلوقتي. النقطه اللي احنا بنركز فيها، طيب احنا رفعنا الفايده، ارتفع الدولار وصل ل 18 وشويه، طيب ابتدى الدولار بعد كده 18 ونص تقريبا، ابتدى بعد كده يفقد من ادائه قد ايه؟ بعد قرار الفيدرالي اللي الناس كلها قالت الدولار يوم الاحد بعد العيد على طول هيبقى ب 20 25. يا جماعه ما حصلش الكلام ده ليه؟ لان سياسات النقديه المطبقه هي برو اكتف. برو اكتف يعني ايه؟ يعني استباقيه. كنا عاملين حسابنا وعملنا الجامب اللي حصل دوت، وصلنا ل 18 وشويه، والدليل الاصيل ان بعد العيد على طول ابتدى الدولار يفقد من قيمته امام الجنيه حوالي كده من 20 ل 30 قرش تقريبا. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي حافظنا على العمله بتاعتنا وتحسن ادائها امام الدولار ولا لا؟ صحيح صحيح. يبقى دي واقع عملي. عشان احنا عندنا ازمه استثنائيه. ونؤكد على نقطه هامه، ازمه استثنائيه مش هينفع نطبق معاها اجراءات تقليديه. صحيح. الاجراءات اللي هتطبق امام الازمه هتكون غير عاديه، بين قوسين كده استثنائيه. عايزين نقول حاجه بس عشان نوضح لكافه المستمعين، المتغيرات هي صاحبه القرار. ثاني، لجنه السياسات النقديه والاجهزه او المؤسسات الموجوده الدوله قاعده بتتابع كافه التطورات الاقتصاديه عن كثب. هو ليه؟ يعني على سبيل المثال المركزي المصري راح دعم الاحتياطي بالذهب، ليه؟ اكيد في حاجه كانت بتحصل. فالفكره كلها ان الامور اللي بتتم على ارض الواقع هي امور بتتم بعد دراسه للسوق، تاني للسوق والتغيرات التي تحدث على مستوى العالم والتغيرات او العوامل الداخليه. لان ببساطه كده بين قوسين لجنه السياسات النقديه بتشتغل على حاجتين، عوامل داخليه وعوامل خارجيه. صحيح. ما باخدش عوامل داخليه بس واقول المؤشرات الداخليه تفيد وتشير الى تثبيت الفائده. طب وبالنسبه لحضرتك للعوامل الخارجيه هعمل فيها ايه؟ صحيح. الجنيه بتاعي هيروح فين؟ ادي الجنيه بتاعك اللي انتوا الناس كانت بتنادي بتقول ان هو هيرتفع اكثر من ذلك، ما ارتفعش ولا حاجه يا جماعه. ده الدولار بتتكلم على الدولار. هينخفض قيمته. لا احنا الجنيه ما انخفضش، ابتدى يتحسن قيمته امام الدولار. طب اخر حاجه هقولها لحضرتك والساده المشاهدين، احنا اول ما حصل التعويم سنه 2016 ايه اللي حصل؟ الجنيه الدولار وصل 19 و13 قرش تقريبا. ده حصل. طيب احنا الهزه الاقتصاديه اللي حصلت دلوقتي دي احنا لسه عند 18.22. ما وصلش لقيمته لما تم تعويمه بشكل كامل. مش هنقول الازمه بقى، للاجراءات اللي تمت من نتيجه تعويم الجنيه المصري احنا لسه ما زلنا يعني احنا سايبين الدولار تاني او الجنيه تحديدا معوم وفقا لاليات العرض والطلب. ده على مستوى الاجراءات اللي تمت ببرنامج الاصلاح الاقتصادي. فبالتالي مش عايزين يبقى في حاله هلع او هنقولها حاله جوع ان الدولار هيرتفع. حتى لو ارتفع مش هيكون بالنسبه الكبيره، لان اللي تم في 21 مارس كان اجراء استباقي للي هيحصل دلوقتي. صحيح. اشكرك جدا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي. طيب خلونا برضو ناخد تعليق على تأثير هذه الإجراءات على المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعي الأستاذ علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ علاء أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا. يعني احنا كنا بنناقش تأثير القرار على المواطن العادي، لكن احنا عندنا مستثمرين يعني محليين ومستثمرين أجانب. هذه القرارات تخدم الاستثمار في ايه؟ لا بدون شك طبعا، لما حضرتك النهارده هترفع سعر الفايده ده معناها بتقلل الفلوس في السوق. ليها اهداف تهم المواطن العادي، ده حقيقي. طبعا. انما بالنسبه للاستثمار لا. الاستثمار محتاج ان يضخ فلوس في العكس بقى. خلاص. بس طبعا في اولويات. النهارده لما المواطن العادي الغير مستثمر هو المقام الاول، هو المطلوب ان هو يسرح دلوقتي. صحيح. المستهدف. المستهدف طبعًا الاساسي. طبعًا. فتيجي النهارده تقول ايه؟ لا، الاولى هو الشخص ده في المرحله دي. انما الاستثمار طبعا عكس ذلك. الاستثمار انت محتاج تزود، تقلل الفايده عشان الفلوس تبقى في السوق، عشان الناس تستثمر وهكذا. معلش انا عايز ابص بس الموضوع بزاويه اخرى. اتفضل. زمان كانوا في حاجه اسمها يقول لك ايه، غني حرب. غني حرب ده معناه ايه؟ انه في الاوقات الغير تقليديه بيقوم بافعال غير تقليديه مما تسبب له
مصالح او مكاسب. النهارده مما لا شك فيه الدنيا بتتغير، في ازمه عالميه كلنا متفقين على كده، الازمه دي ازمه خامات وليس ازمه اكل فقط، ازمه ورق، ازمه بلاستيك، ازمه مستلزمات انتاج كليه. اذا النهارده لازم نبقى باصين ان الامل بتاع اي دوله هي انها يبقى عندها مستلزماتها الرئيسيه سواء خامه او منتج. طيب النهارده حضرتك دوله مستورده، فاحتياجاتك ما لا يقل عن 60% بتستوردهم ودخلك قليل، فالنتيجه الطبيعيه انك على طول عندك عجز. وهذا العجز بيسبب سواء بقى انخفاض قيمه الجنيه او القروض او غيره. فاذا لازم تبقى انت دوله منتجه. عشان تبقى دوله منتجه انسب وقت ليك هو الوقت الازمه، انك تخش فعليا بطريقه عكسيه بقى. النهارده افريقيا عندك بدا في مشاكل في سلاسل الامداد ليها. حاجه عارف الكونتينر اللي كان بيجي من الصين ب 3000 دولار النهارده بيجي ب 12000. اصبح النهارده اربع اضعاف يعني. بالظبط كده. اصبح النهارده في مشكله في سلاسل الامداد، اصبح في مشكله النهارده حتى في المنتج في الدول الافريقيه. انا مستثمر، هو مستثمر في مصر ومستثمر في افريقيا، شايف الصوره كويس جدا. فانت شايف ان حضرتك ان دي فرصه لينا انه تبدا تشتغل وتبدا تزود انتاجك وتصنيعك. بالظبط كده. تبدا تبص ايه الخامات اللي انت عندك اللي تقدر توظفها لهذا الموضوع. معادله صعبه معلش، ان النهارده ظل هذا الانكماش، الانكماش العالم والانكماش اللي عندك برضه، هو نتيجه انكماش العالم ازاي تعمل بقى الموازنه ان لا انا في ظل هذا الانكماش لا انا بتوسع بقى، بس بتوسع في حاجه ثانيه. بتوسع ان انا اغطي احتياجاتي الاساسيه. اللي انا بستورده. هو ده وجهه نظرنا احنا. عندك شباب عايز يشتغل، عندك اماكن للعمل، فاذا محتاج بس التوجيه، محتاج تقول للناس يعملوا ايه. وانا دايما اقول طب يعني محتاج تقول للناس يعملوا ايه من وجهه نظرك، يعملوا ايه وانت في وانت كراجل مستثمر يعني صغيره. المشاريع الصغيره هو ده حلك الوحيد. وهذه التجربه على فكره تمت مرات عديده، هذه الازمات بتمر بدول كتير جدا. مرت بالصين ومرت بماليزيا ومرت فيتنام، كان المخرج الوحيد ليها هو انك تبدا تصنع الصناعات الصغيره اللي هي قليله التكلفه وقليله التكنولوجيا، انما بتعفيك من الفورين كارنسي، بتعفيك من انك تطلع ضوء. ممكن بكره يبقى روبل او ممكن بكره بقى. استاذ علاء، الاستاذ علاء ان الصوت الصوت بيقطع، فانا بشكرك جدا استاذ علاء الساقط رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، والله هو يعني بيقدم تصور هايل جدا انه احنا في ظل الازمه وظل الانكماش ممكن نتمدد احنا في الناس تنتج والناس تصنع، وانه تحديدا المشروعات الصغيره، فيبدو ان هو ده الحل الوحيد اللي قدام. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم موضوعاتنا وفقراتنا. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتكلم عن الحدث المهم امبارح، يمكن كنت موجود وعدد من الزملاء الاعلاميين في احتفاليه اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ في مصر 2050. قبل ما نتكلم عن ده، انا حابب الحقيقه اسجل تقديري الشديد لما تقوم به الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه. الحقيقه دكتوره ياسمين فؤاد بتعمل بدأب شديد جدا ودون صخب، ونادرا ما نلاقي حد من المسؤولين بتتوفر عنده هذه المعادلة، انه يشتغل بدأب شديد وبتركيز شديد وينجز الكثير دون ان يثير من حوله الصخب. هو بيترك ما يفعله ليتحدث او ليقدم نفسه، واحنا قدام مهمة كبيرة جدا بتتصدى ليها الدكتورة ياسمين فؤاد. مصر بتستضيف في نوفمبر القادم إن شاء الله مؤتمر قمة المناخ 27، والعمل على هذه الاستراتيجية اللي تم إطلاقها امبارح، وكان موجود رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين. الحقيقة خلينا نتوقف عند هذه الاستراتيجية، إيه هي وإيه أهدافها، ومصر
يعني هتستفيد منها ايه وتضيف بيها ايه، لانه مصر الان لم تعد دولة لا منكفئة على نفسها ولا منعزلة، ولكن مصر لها اسهامات كبيرة جدا في الملفات الدولية. خلونا نستمع الى معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. معالي الوزيرة اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا دكتور محمد، ازي حضرتك؟ ميرسي على المقدمة الجميلة دي. لا يا فندم، ده اقل كثيرا من مما تستحقين. عايز اسال حضرتك يعني ببساطة شديدة جدا، يعني لماذا نطلق الان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؟ ليه بنطلقها النهاردة وعايزين من وراها ايه؟ طيب احنا طبعا زي ما شفنا امبارح، هو التوقيت الحقيقه بتاع اطلاق الاستراتيجيه دي مهم جدا لسببين. السبب الاول، احنا يمكن من 4-5 سنين لما كنا بنتكلم على تغير المناخ، الناس ما كانتش حاساه بنفس الصوره اللي احنا حاسينه بيها دلوقتي. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا النهارده بنستضيف مؤتمر قمه المناخ COP27، فلازم نكون يعني دولة رائدة ونقدر ان احنا ندي امثلة فعلية على اللي احنا بنقوم بيه. على فكرة اتفاق باريس قال ان الدول تعمل خطة مساهمات ل 2030، واحنا فعلا قدمنا دي قبل كده وبنحدث الجديدة دلوقتي، لكن ان احنا نضع استراتيجية طويلة المدى ل 2050 باهداف واضحة وخطوات واضحة، ده معناها الاهتمام الشديد في الدولة على أعلى مستوى بدءا من القيادة السياسية، وهو تكليف فخامة الرئيس بوضع هذه الاستراتيجية اللي بدأنا فيها حتى قبل ما نروح جلاسكو وقبل ما يتم التصويت وانتخاب مصر إن هي تستضيف المؤتمر. فالتوقيت مهم جدا، ومهم إن احنا ننقل هذا النموذج للدول الأشقاء والدول الأفريقية في إن هم كيفية إعداد خطة طويلة المدى متكاملة تقدر تساعدهم انهم يعملوا التوازن ما بين التنميه وما بين الحفاظ على البيئه. بالضبط، الحفاظ على البيئه والمشروعات منخفضه الكربون. تمام. طيب ده من حيث التوقيت. انا بهدف لايه؟ يعني هنا هستفيد ايه؟ بص، احنا طبعا عندنا مشروعات وعندنا تنميه متسارعه جدا زي ما انت ما شايف في خلال 7-8 سنوات اللي فاتوا. كل ده يعني تغير المناخ بيهدده، بيهدد فعلا كل مناحي التنمية، بيأثر على الزراعة، بيأثر على المية، بيأثر على الأكل، بيأثر على الصناعة، بيأثر على كل الـ أي تنمية الدولة بتعملها تغير المناخ بيهددها. فالهدف من هذه الاستراتيجية هو تحسين جودة حياة المواطن وضمان ان التنمية اللي احنا بنقوم بيها بنحافظ على الموارد الطبيعية، وان التنمية دي نقدر ان احنا نؤتي ثمارها. ما نبقاش مثلا، هديك مثال بسيط جدا. فضل. ان انت بتزرع ارض وابتديت ان انت تعمل مشروع كبير وتزرع ومحاصيل وبتصدر وما الى اخره، تيجي السيول او تيجي درجات حراره عاليه جدا تبوظ لك كل الخطه بتاعتك، فبقى الزراعه بتاعتك باظت، التصنيع اللي انت معتمد على الزراعه باظ، التصدير باظ، اثرت على الدوله. فبالتالي وجود خطه زي دي بتخليك ان انت تبقى مستعد ان انت تتصدى لاثار تغير المناخ ازاي، عشان تضمن ان التنميه بتاعتك بقت تنميه مستدامه وان الاقتصاد مكمل في المسار بتاعه. يعني انا بعمل نوع من تامين التنميه يعني. طيب لو سالت حضرتك على، انا امبارح شفت الحقيقه ما يعكس فلسفه الحكومه المصريه الان، وهي انه مختلف المؤسسات المعنية بتبقى متعاونة وبتتضافر جهودها لإنجاز عمل ما. هذه الاستراتيجية يعني امبارح كانت موجودة وزير التخطيط، كان موجود وزير البترول، كان موجود وزير الزراعة على المنصة، كان موجود وزير الخارجية. أنا هسأل حضرتك إزاي الحكومة المصرية الآن بتنسق عملها، ولو طبقنا ده على الاستراتيجية دي حتى خرجت للنور. طيب احنا طبعا عايز احكي لك على حاجه. احنا لغايه 2018 كان في حاجه عندنا اسمها المجلس الوطني للتغيرات المناخيه، بيترأسه الوزير المعني بالبيئه وبيبقى فيه تمثيل من الوزارات. ف 2019 الحقيقه شرفت ان انا كنت بترأس الوفد المصري في التفاوض بتاع تغير المناخ، وساعدت الحقيقه الحكومه البولنديه في الوقت ده للتفاوض على تمويل المناخ. في هذا الوقت بدأ يطلع خطة عمل باريس، رجعنا
طلبت ان يتم تصعيد هذا المجلس يبقى برئاسة دولة رئيس الوزراء ومشاركة كل الوزراء المعنيين، ودي كانت بداية فكرة الدمج. انت دايما ملف البيئة بيتحس فيه ان البيئة هي اللي المفروض تعمل كل حاجة، هو ده لا يعالج المشكلات، لان ملف البيئة في البلاد كلها فكرته انه تنسيقي وانه بيضع خطط واستراتيجيات. فاول لما ابتدى على الإطار المؤسسي في الدولة تصعيد هذا الملف على مستوى رئيس الحكومة والوزراء هم اللي قاعدين، ابتدينا نشتغل، وكان أول تكليف لدولة رئيس الوزراء إحنا فينا الاستراتيجية بتاعتنا، إحنا محتاجين استراتيجية كلنا شغالين فيها. فهذه الاستراتيجية هي الحقيقة مش منتج لوزارة البيئة فقط، هي وزارة البيئة ساعدت في التنسيق وفي تجميع البيانات وفي إعداد هذه الاستراتيجية، لكن هو منتج للحكومة المصرية بكامل وزاراتها ومسؤولينها، وتم التشاور مع القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني للخروج بهذه الوثيقة. طيب احنا الوقت الآليات التنفيذ يا فندم، يعني احنا بقى عندنا استراتيجية مكتملة ملامحها واضحة أهدافها واضحة، وعندنا كمان أصلا احنا عندنا خطة 2030 اللي هي الآليات التنفيذ، يعني أنا هبدأ أنفذ إزاي و ضمان نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية هيبقى ضمانته ايه؟ تمام، احنا عندنا مسارين بنشتغل فيهم او ثلاث مسارات. مسار اللي هو بسميه المسار التقليدي، ان بيبقى فيه الاستراتيجية كلها اخرها فيها قائمة من المشروعات، وانا وضحت تكلفة للتخفيف وتكلفة للتكيف. هذه المشروعات في جزء منها بيروح للخطة او الموازنة العامة للدولة، اللي هي مشروعات اكتر انت لازم ان انت تعملها، صعب ان تلاقي ان حد يصرف عليها، زي البنية التحتية لحماية الشواطئ، زي موضوعات اخرى بتبقى هي الدولة بتحطها في ميزانيتها. وفي شق اخر وهي الحزمة الاخرى اللي انا فرحتها امبارح، اللي دولة رئيس الوزراء قال احنا هنعمل خطة لهذه الاستراتيجية، بس خلونا نطلع المجالات ذات الأولوية وحزمة المشروعات اللي محتاجين نشتغل عليها على طول، ودي طلعناها اللي هي في مجال الطاقة والمياه والزراعة، تحلية مياه البحر والبترول، وإن احنا نزود النقل الجماعي. وثالث حاجة هي فكرة القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص. هذه الاستراتيجية قائمة المشروعات اللي فيها نسبة كبيرة جدا بتتيح للقطاع الخاص المشاركة الفعلية في تنفيذها، وإن هي ما يسمى في اللغة بانكبل بروجكتس، يعني مشروعات مربحة يقدر القطاع الخاص والبنوك تخش فيها. والحاجة الأخيرة الآلية التنفيذ هو إن الدولة تقوم بتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص إن هو يشارك. فكان على التوازي وإحنا بنطلق الاستراتيجية وبنعدها وبنعد أوراق المشروعات ومقترحات المشروعات اللي هتنفذ، كنا بنطلق الحوافز الاقتصادية الخضراء من شهر من خلال مجلس الوزراء لأول حزمة من الحوافز اللي هتتوافق مع المجالات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هو الطاقة والنقل الكهربائي والمخلفات والبدائل للبلاستيك. فبالتالي بقينا بنحط الأرض، بنمهد الأرض ان احنا نبدأ على طول في عملية جذب مصادر التمويل والتنفيذ هذه الاستراتيجية. طيب سؤال أخير يا فندم، احنا بتفصلنا خلاص شهور قليلة عن يعني المؤتمر العالمي، المؤتمر قمة المناخ في نوفمبر اللي جاي ان شاء الله، يعني طمنينا برضو على يعني استعداداتنا، انجزنا قد ايه؟ لانه ده اعتقد انه هذا المؤتمر تتفق حضرتك معايا انه بيعيد تقديم مصر للعالم من زاوية مختلفة. طبعا احنا دلوقتي شغالين طبعا من خلال متابعة دولة رئيس الوزراء من خلال اللجنة العليا، وزارة البيئة مع وزارة الخارجية ووزارات المعنية. عندنا الجزء اللوجيستي، خلصنا المخطط العام لشكل المؤتمر بالقاعات سواء المنطقة الزرقاء وهي المنطقة اللي مسؤولين ان احنا نعملها بناء على اتفاق الدولة المضيفة، او المنطقة الخضراء تم التوافق عليها الاسبوع اللي فات، وهي دي المنطقة اللي هنظهر فيها الدولة المصرية ومشروعات مصر سواء مشروعات قومية او من قطاع خاص او شركاء التنمية، شكل المجتمع المدني اللي هيبقى موجود في هذه المنطقة والشباب، لان طبعا سيادة الرئيس قال لازم المجتمع المدني يبقوا موجودين ويبقى الشباب موجود من مختلف بلاد العالم، لان انت بتتكلم
على قضية بتهم مستقبلهم. ده ابتدينا ان احنا نشتغل في القصة دي. الجزء الثاني من اسبوع تقريبا الرئاسة المصرية من خلال طبعا معالي وزير الخارجية ووجودي مع سيادته والرئاسة البريطانية عمل اول اجتماع للتشاور السياسي حول الملفات اللي هتعرض على اجندة المؤتمر في كوبنهاجن لمدة يومين مع وزراء البيئة لطرح الموضوعات ونبتدي ندفع بأجندة العمل المناخي. الثمان أسبوع في أول مفاوضات هتتم في بون، ففي فريق كبير من وزارة الخارجية ووزارة البيئة طالعين هيتشتغلوا على الملفات الفنية، وفي فريق تاني طالع بالنسبة للجزء اللوجستي والتسويق الخاص بمصر والفنادق اللي موجودة، شكل النقل اللي هيبقى موجود هناك. طب يقدروا ان هم مثلا اللي هيجيلنا ده هيبقى عايز يمد يومين ثلاثة، طب يقدر يزور ايه في مصر وترك السياحة عاملة برامج سياحية وما إلى آخره، اللي هو التسويق بتاع الدولة المصرية نفسها كدولة مضيفة. يعني كل التوفيق لكل جهود حضرتك يا فندم. مشكور جدا دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. عايز أقول حاجة، أنه في ظل الأزمة اللي احنا عايشين فيها دي الدولة المصرية لا تتوقف عن العمل. بمعنى احنا عندنا ناس كتيرة جدا طلعت وقالت انه لابد من ان تتوقف المشروعات القوميه، يتوقف العمل في المشروعات القوميه مؤقتا عشان الازمه اللي احنا فيها. الفلوس اللي بتروح للمشروعات دي نعمل بيها حاجات تانية، معرفش ايه الحاجات التانية لكن نعمل بيها حاجات تانية. وانا الحقيقه امبارح يعني قابلت الاستاذ مصطفى بكري، هو صديق عزيز جدا يعني واخ كبير، لانه خلال الفتره اللي فاتت نسب إلى الأستاذ مصطفى بكري أنه قال في البرلمان أو طالب في البرلمان بأنه العمل في المشروعات القومية يتوقف ويتم تحويل هذه الأموال إلى حل الأزمة الموجودة. فأنا سألته الحقيقة، لأنه لما سمعت الكلام أو قريته أتوقعتش أنه الأستاذ مصطفى بكري يطالب بده، خاصة أنه إحنا بنتقابل وبنتكلم. فصحح لي امبارح، قال لي انا لم اطالب، وده حقه عليا يعني، انا لم اطالب بايقاف العمل في المشروعات القوميه، ولكن طلبت بعدم البدء في مشروعات قوميه جديده. يعني لو في مشروعات جديده انا ما نبداش فيها لحد الازمه ما تخلص. وده فرق كبير، يعني فرق كبير جدا بين الكلام اللي تم تصديره من الأستاذ مصطفى بكري وأنه بيطالب بإيقاف العمل في المشروعات القومية، وبين اللي هو قاله فعلا أو اللي يقصده فعلا أو اللي فكر فيه فعلا، وهو أنه لو، وهذه وجهة نظر أيضا يعني وجهة نظر قابلة للنقاش لكن لتصحيح، فقال لي أنا اللي قلته أنه لو في مشروعات قومية أو يعني لم يبدأ العمل فيها فما نبدأش لحد ما الأزمة تخلص. وهذه وجهة نظر قد نتفق أو نختلف معها لكن التصحيح مهم. طيب المشروعات القومية، احنا عندنا مشروع اللي هو مشروع عظيم جدا هو مشروع حياة كريم، وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مشارك في جلسة حول مبادرة حياة كريمة في قمة المدن الإفريقية بكيني، وقال يعني تصريح مهم جدا أنا توقفت عنده، لأنه قال أنه تكلفة مشروعات، نصا تكلفة مشروعات برنامج تطوير ريف مصر ستبلغ قرابة تريليون جنيه لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن. أنتوا عارفين أول ما أعلن، أول ما دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حياة كريمة كان بيتكلم فيه أنه هذا المشروع يمكن أن يتكلف حوالي 600 مليار جنيه، وبعد شوية فقال قلنا انه ممكن تصل التكلفة ل 700 مليار. النهاردة بيتكلم وزير التنمية المحلية انه مشروع حياة كريمة هيتكلف تريليون جنيه مصر، 1000 مليار جنيه. ناس كتير يقولك ايه ده ليه، اقولك انه المشروع ده عشان بس الناس تبقى عارفة حدوده شكلها عامل ازاي ورايح فين وجاي منين. الارقام بتاعته، الارقام انه بيستهدف العمل في 4584 قرية، 4584 قرية
في 172 مركز إداري في 22 محافظة، بيستهدف 60 مليون مواطن، يعني حوالي 55% من عدد سكان مصر. يستحق؟ آه يستحق، ويستحق أنه يكمل، وأنا بعتبر أنه هذا المشروع أولوية، لأنه في 60 مليون مواطن حياتهم بتتغير، وده استثمار في البشر بالمناسبة. يعني إذا كان في أولوية أن الفلوس، يقول لك أن احنا عاوزين نوقف مشروعات لأنه توفير النقد ليها بيبقى ضاغط علينا وبتاع، هذا المشروع لا يجب أن يقترب منه أحد، لأنه حق الناس في ظل الأزمة أو في ظل الأزمة. وأعتقد أنه ده أمر مقدر جدا من الدولة المصرية ويجب أن يتم دعمه. طيب خلونا نشوف كمان تقرير بيسجل مبادرة كلنا واحد. مبادرة كلنا واحد انتوا عارفين انها مبادرة بتوجيه السيد الرئيس لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في دعم العمل المجتمعي، ومتواجدة بدور اجتماعي كبير جدا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نتكلم مع بعض تاني. طيب يعني هنشوف التقرير، لكن يبدو ان في مشكله بسيطه في الصوت، فيعني هنعالج هذه المشكله، لكن هنشوف التقرير بعد شويه. فالاستمراريه اللي حاصله في هذا العمل كل مجال في البلد، لانه خلي بالكم احنا قدرنا انه فعليا، يعني انا توقفت لما كان الرئيس في الاسبوع بتاع اسوان وقال انه سابوا بلد كهن، ومعروف مين سابوا بلد كهن دي، معروف مين اللي سابوا بلد كهن. فالكهن دي، بلد الكهن دي، انه طرق كهن، سكك حديد كهن، كانت محتاجه لعمل كبير جدا عشان تبقى دوله تقدر تشتغل وتقدر تجذب استثمارات وتقدر توفر فرص عمل وتقدر تصدر فتقدر تزود دخلك. المسألة مش عافية، مش فهلوة، الفهلوة المصرية هنا يعني مش هتنفع. أزمة اقتصادية كبيرة مصر كانت أصلا فيها، ثم تضاعفت بالأسباب الأزمات الاقتصادية اللي برة، مش هينفع في حلها الفهلوة المصرية. عارفين انتوا ايه؟ احنا اللي خرمنا التعريفة، واحنا اللي دهنا الهوا دوكو، واحنا اللي يعني ايه اللي مش عارف دهنا ضوافر الحصان منكير، والكلام ده مش هينفع خالص. فهلوة هنا مش هتنفع، ولكن العمل المستمر. ويمكن ده اللي بيخلينا مثلا نتفائل بالدعوة إلى حوار وطني. والحوار الوطني ده محتاجين نحط فيه نقط فوق الحروف. بمعنى إيه؟ هو مين اللي يتحاور؟ هل كل الناس تتحاور؟ وهل كل الناس تتحاور في كل الموضوعات؟ دي أسئلة والله مش رفاهية. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا كل أطياف المجتمع المصري إلى حوار وطني. عندنا أزمة دولية اقتصادية، بس اللي الناس مش واخدة بالها منه أنه هذا الحوار ليس فقط للخروج من الأزمة المؤقتة، ولكن ده حوار عشان المستقبل بتاع مصر هيبقى فيه إيه في كل المجالات. فيفضل نرجع للسؤال، هل الكل يجب أن يدخل هذا الحوار، والكل يجب أن يتحدث في كل الموضوعات في الحوار، ولا احنا محتاجين تنظيم كبير جدا للحوار الوطني؟ الرئيس كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بأنها تقوم بتنظيم عملية الحوار، وفي ناس كتيرة جدا ما خدتش بالها من انه الرئيس هنا يضع هذا الحوار تحت اشرافه مباشرة. ليه؟ لانه الاكاديمية الوطنية للتدريب هذه الاكاديمية تابعة مباشرة الى رئيس الجمهورية، الى رئاسة الجمهورية. يعني في شوية حاجات كده الناس مشغولة بيها، يقولك الرئيس لازم يحط الحوار ده تحت اشرافه المباشر. طيب حلو قوي. طب ما هو الأكاديمية عندما تدير، وهي دورها هنا تنظيمي، فهي مباشرة أو تابعة مباشرة إلى رئيس الجمهورية. لكن
خلينا نطرح هذا السؤال على كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة، وهو هل الكل يجب أن يتحاور، وهل الكل يجب أن يتحاور في كل الموضوعات؟ كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور محمد، أهلا وسهلا. يعني قبل ما نيجي عند سؤال النهاردة، لأن أنا بحاول أطرح مجموعة من الأسئلة، أنا عايز أعرف كيف استقبلت حضرتك دعوة الرئيس للحوار؟ والله يعني استقبلتها بشكل يعني مرحب شأن كل مهتم بالقضية، لأنك كما تعرف السيد الرئيس طرحها أو أطلقها في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم آخر رمضان. وأظن أنها يعني دعوة مش عايز أقول جاءت في وقتها، وإنما هي دعوة مهمة ويجب أن يرحب بها وأن نهتم بها ونعطيها من الجدية ما يجب أن تعطى من الاهتمام والجدية وكل شيء، لأنها يعني في حد ذاتها خطوة أعتقد أنها يمكن أن يكون لها في المستقبل أثر جيد بالنسبة للوطن وبالنسبة حتى لصالح المواطنين ولحياتهم ولما وكل ما يمس حياة المواطن في حياته العملية. وأعتقد أنه يعني قبل أن نذهب إلى هذا الحوار الوطني أو إلى ترجمة الدعوة ووضعها موضع التنفيذ، أن إحنا يجب أن نحط شوية حاجات يعني زي ما يقولوا نقط نظام. بالضبط. نقط النظام هي أنه حضرتك قد طرحت السؤال في البداية، قلت هل هناك أحد يمكن أن يستثنى من الاشتراك في الحوار؟ أنا أعتقد أنه يعني كل القوى الوطنية والمدنية يجب أن تكون مدعوة إلى هذا الحوار، وأنه كل واحد يقول رأيه ويبدي وجهة نظره ويقدم ما لديه من رؤى ومن أفكار ومن وجهات نظر للحكومة ولصانع القرار. وأما بقى فيما يخص مسألة سقف الحوار، علينا أيضا هنا أن نضع نقطة نظام، وأن إحنا يعني نتجنب أو نتفادى ما هو محل خلاف كبير أو ما يمكن أن يكون محل خلاف كبير بين المتحاورين، لأنه ده إذا لم نتجنبه سوف يفسد الدعوة وسوف يؤدي بها إلى غير نتيجة. إنما يعني ما هو محل اتفاق أو على الأقل محل خلاف قليل أو محل خلاف محدود، من الممكن في النهاية أن نصل فيه إلى نقطة التقاء وأن يقدم كل طرف من أطراف الحوار ما لديه، وفي النهاية هيجد المتحاورون أنهم التقوا عند نقطة معينة، وأنه ما كان موضع خلاف بينهم أصبح محل اتفاق. فدي الفكرة، يعني الفكرة أنك أنت نمرة واحد ما ينفعش. أنا قريت أنه مثلا أنه هناك من يضع شروطا، لا يجب أن توضع شروط من جانب من يريد أن يشارك في الحوار. الشروط المسبقة لا يجب أن توضع، إنما عليك أن تبادر بالمشاركة وأن تقدم ما لديك وما يعني تفسر إيه حضرتك، حتى مش هنقول سياسيا، هل في أبعاد أخرى أنه في مثلا فصيل أو طائفة أو حزب أو قوى سياسية فيقولك لا أنا عندي شروط؟ هل بعيد عن حتى السياسة، هل هذا له بعد نفسي مثلا، انه هم حاطين شروط لان هم مش مطمنين او مش ضامنين؟ لا، مش حكاية مطمنين او ضامنين، يعني اعتقد انه يعني الرئيس طرحها بجدية وهو يعنيها وراغب فعلا في ان يكون هناك حوار بين اصحاب الرؤى والافكار، لكن وضع شروط يعني مسألة بالنسبة لي على الاقل غير مريح، لانه شروط ده معناه انك انت يعني يا اما حكايه يعني زي بيقول فيها لخفيها، ما ينفعش انك انت تبقى داخل الحوار وتقول انا شرطي 1 2 3 يا دول يتحققوا يا ما فيش حوار. ما ينفعش، انت في قضايا كبيره مطروحه في البلد للحوار، وانت اذا كنت تملك فيها رؤيه او وجهه نظر مختلفه عن عما يقال بها عليك ان تتقدم بها وأن تطرحها، وفي النهاية يعني عندما تعقد جلسات الحوار جلسة وراء جلسة هيتتبارور بالقطع أفكار معينة
وهيبقى ده في النهاية لصالح الوطن، لأنه اسمه حوار وطني، يعني لصالح الوطن كله، مش لصالح فئة دون فئة، ولا لصالح جماعة دون جماعة، ولا حزب دون حزب. يعني كل الجماعات أو الأحزاب أو ما يسمى بالحركة المدنية مدعوة إلى أن هي تشارك، لكن عليها ألا يعني تصادر الحوار أو تفسده بأن تضع شروطا، لأنه مسألة وضع شروط لا أعتقد أنها تخدم الفكرة نفسها. طيب لو سألت حضرتك على شكل هذا الحوار، يعني حضرتك بتقول حطيت نقاط استرشادية، يعني محدش يحط شروط، أنه الناس تتجنب الموضوعات الخلافية الكبيرة، لكن شكل الحوار نفسه؟ والله شكل الحوار يعني شوف، يعني في نقطتين. النقطة الأولى أنه على الإعلام أن هو يعمل على خلق اهتمام بالقضية لدى الرأي العام، لأنه أنا أخشى أنه الرأي العام في قطاعاته العريضة يظن أن هذه يعني كما يقال مكلمة، وأن هي لن تؤدي إلى شيء. ده هذا الانطباع لا يجب أن يتسرب إلى الناس، ولا يجب أن يكون موجودا بين الجماهير أو بين الجمهور، لأنه إذا تواجد بين الذين يتحاورون حول قضايا معينة هي في الأصل قضايا المواطن وبين المواطن نفسه، فلا بد أنك أنت كإعلام تخلق اهتماما ووعيا لدى الناس بقضية الحوار، وبأنه الحوار هو من أجل المواطن في الأساس، ومن أجل قضاياه الضاغطة والملحة. تمام. نمرة اثنين، نروح بعد كده للحوار نفسه أو شكله. أعتقد أنه عليك أن كمتحاور يعني أن تضع أولويات في الحوار علشان ما تتهش القضية، لأنه أنت هتكتشف أنه عليك أنك أنت تتحاور حوالين قضايا كثيرة جدا، وعشان ما تضيعش الوقت وما ترهقش نفسك، لك أنت أو عليك أن تحدد قضايا معينة لابد أن تكون محل أولوية في الحوار. وهذا ليس معناه أن القضايا الأخرى أقل أهمية، وإنما هو أنه في قضايا لها أسبقية في الاهتمام وفي الرعاية وفي الحوار. يعني زي إيه فندم؟ لو اديتنا أمثلة لهذه القضايا اللي لها أولوية أسبقية أو أسبقية، يعني كأمثلة. والله يعني هقول لك، يعني مثلا لو حبينا نتحاور، يعني علينا احنا نتحاور حوالين حاجتين، المستقبل والحاضر. في المستقبل علينا ان احنا نتكلم عن قضية الصحة والتعليم. كيف يمكن لنا كمتحاورين ان نجعل الحكومة او الدولة تضع هاتين القضيتين على رأس أولوياتها من حيث الإنفاق العام ومن حيث الاهتمام؟ لأن هناك انطباع لدى الناس بأنه القضيتين دول ما خدوش الاهتمام الكافي في السنوات الماضية، وأنا أعتقد أنه يعني مثلا الرئيس اتكلم كتير عن القضيتين وداهم اهتمام فعلا، صحيح. لكن في بعض الأحيان كان بيقول أنا عندي مشكلة في الموارد. فإحنا عليك أنت بقى كمتحاور ما تروحش تقول أولا كلام نظري، لكن لازم تقول كلام عملي. نمرة اثنين، تقدم حلول عملية قابلة للتنفيذ على الأرض، بحيث أنه يبقى في بدائل أمام صانع القرار أو الحكومة لما تيجي تتكلم عن قضية التعليم أو الصحة وتحطهم كأولوية، تجد أنك أنت اديتها بدائل علشان تحطهم كده بالفعل. فدول قضيتين يعني لا يمكن أن نذهب إلى المستقبل الذي يليق بنا وبالبلد ما لم تكن ما لم يكن التعليم والصحة محل اهتمام لدى الدولة ولدى صانع القرار. وعلينا أن احنا نخلق هذا الاهتمام من خلال هذا الحوار. لو جينا نتكلم عن الحاضر الحالي، علينا احنا نتكلم عن الأزمة الاقتصادية اللي هي في العالم كله، ونحن جزء من العالم، وبالتالي هي موجودة عندنا زي ما موجودة عند غيرنا. فعليك أنك أنت تدير حوار على هذه الأزمة الاقتصادية، وكيف يمكن أن نخرج منها بأقل الخسائر الممكنة. وأعتقد أنك أنت لو تكلمت عن الأزمة الاقتصادية وحطيتها على مائدة الحوار، هيبقى فيها بشكل غير مباشر يعني خلق للاهتمام والوعي لدى الناس بها، لأنه لما تيجي تتكلم عن القضية الاقتصادية هتتكلم بالقطع عن قضية الأسعار، والأسعار قضية ملامسة للناس في حياتهم كلهم سواء أيا كان مستوى الواحد المادي. فالقضية الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون
لها أولوية في هذا الحوار، ولها أولوية في طرح الحلول والبدائل، ولها أولوية في طرح الرأى والأفكار، لأنها قضية ضاغطة جدا بالنسبة للبلد والوطن وبالنسبة للإنسان والمواطن كل واحد على حد. طب والملف السياسي يا فندم؟ والله الملف السياسي اشوف ما هو ده اللي هيبقى، يعني انا كنت يعني اعتقد انه ده ملف مشترك ما بين الحاضر والمستقبل جدا لكن اعتقد انه كمان ممكن يبقى محل خلاف كبير بين المتحاورين. ولذلك ما انا مش عايز يعني اضيع اللي في ايدي في سبيل حاجه بعيده، ف يعني اذا كان هناك اشياء ممكن ان نتحاور حولها ويتحقق فيها أو الجهد فيها يؤدي إلى نتيجة فعلا على الأرض، زي القضية الحوار حول القضية الاقتصادية أو الأسعار أو التعليم أو الصحة، بالتوازي يبقى هناك الملف السياسي أو ملف الإصلاح السياسي كما يصفه البعض. لكن هذه قضية يعني هتجد أن بعض المتحاورين هيطرحوا فيها أفكار ربما تبدو غريبة وأحيانا تكون شاذة حتى، لما سمعنا أحيانا بعض الأفكار من النوع ده، فده يعني تجنبها مش معناه انه استبعادها، وانما هو تقديم ما هو اكثر عمليه منها وما هو اكثر قدره على ترجمته في اشياء حيه على الارض. يعني في بعض الناس بتدخل للحوار بمنطق فندم انه كل شيء او لا شيء، ف ما ده ما ينفع زي اللي بيحط شروط، ما هو هي ده بالظبط، يعني ده زي اللي بيحط شروط، يعني مش حاجه اسمها كل شيء او لا شيء. يعني انت عليك ان يعني اذا كان هناك شيء متاح تحصل عليه ثم تطالب بشيء اخر، انما ما ينفعش تقول انا عايز كل شيء مش هتاخد حاجه. يعني ما انما يعني عليك انك انت تحصل على شيء ثم تطلب الشيء التالي وما بعده، انما لا يجب ان تصادر على رغبه الجميع في انجاح الفكره انك انت تقول كل شيء او لا شيء. هذه هتكون فكره مفسده للحوار ومؤديه به الى انه يؤدي الى لا شيء، ونحن يجب ان نكون حريصين على انه يؤدي الى شيء في النهايه. صحيح صحيح. بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ سليمان جوده على هذه الاضافه، لانه احنا محتاجين الكل يا جماعه يتكلم. وأنا بقول أنه الناس أحيانا عندها كل واحد عنده جورنانه على فكرة. كان الأستاذ مصطفى أمين الله يرحمه يقول أنه من الديمقراطية أنه كل واحد يبقى ليه يقدر يصدر جورنان حتى لو هو القارئ الوحيد ليه. إحنا عندنا تقريبا ده، يعني كل واحد الآن عنده المنصة اللي يقدر يتكلم من خلالها، اللي يقدر يكتب عليها. كل واحد عنده صفحته على الفيسبوك والناس ممكن تكتب آرائها وتكتب، بدل الهري اللي احنا يعني شغلين نفسنا بيه، شغلين نفسنا بهري بطال في أوقات كتيرة جدا. فممكن كل مواطن عنده نافذة، عنده منصة يقدر يكتب عليها رأي. ده مش بس يكتب، ده ممكن يسجل، يعني يسجل كده صوت وصورة ويطلع يتكلم. احنا محتاجين نتكلم كتير عن وضعنا، عن مستقبلنا، عن بلدنا، عن الأزمات، لأنه الجميع شريك زي ما بقول لحضراتكم في بناء هذا البلد وفي حل الأزمات اللي مطروحة. أنا بس عايز أأكد على حاجة، لأنه ناس كتيرة جدا لما مثلا حد يطلع يقول أنه الجميع لابد أن يشارك في هذا الحوار، الناس بيتطرق لذهنها أنه طالما أنه الجميع مدعو للمشاركة في الحوار يبقى الإخوان جايين. يا جماعة خلينا نبقى إيه مركزين في فكرة أساسية، إنه الإخوان الآن هذه الجماعة كجماعة كتكوين هي خارج الحسابات المصرية. هو الوقت المصريين، سيبك من الحكومة، سيبك من النظام، الناس أصلا يمكن أن تقبل أن يكون هذا التشكيل موجود، اللي هو يبقى عندك مرشد ومكتب إرشاد ومجلس شورى جماعة وشعب وأسر ومش عارف إيه؟ يعني هل حد متوقع أو متخيل الناس ممكن تقبل بهذا الكيان بهذا الشكل؟ يعني أنت حتى في بعض الناس قالوا والله إنه في قيادات إخوانية قالت إنه الإخوان هيقلعوا عن العمل السياسي ويهتموا بالعمل الدعوي والعمل الأهلي والخير. ايوه في الاخر يعمل جمعيه اهليه
يتابع من خلالها العمل الخيري. ده إذا سمح بحاجة اسمها الإخوان المسلمين فكرة يا جماعة، مش مجرد تنظيم، فكرة. والحرب كانت طول الوقت ضد الفكرة. فإنه الناس في مصر قالوا إيه؟ قالوا إنه من ارتكب عنفا أو حرض على عنف ده مستبعد من الحوار. الإخوان لم تعد قوة سياسية معتبرة في مصر عشان نقول إن هي ضمن القوى السياسية. خلاص هذا وهم. أمال الناس كانت طالعة في 30 يونيو ليه؟ هو الناس كانت طالعة تقول يسقط حكم المرشد ليه؟ هي الناس كانت طالعة تطلع جماعة الإخوان وتطردها بره ليه؟ مش تطرد مرسي ولا تطرد محمد بديع ولا تطرد خيرت الشاطر ولا البلتاجي، مش أشخاص. البلد كانت طالعة، هذه الملايين كانت بتطرد فكرة الإخوان بره مصر. فكرة الإخوان مش مجرد أفراد، الأفراد دول تافهين جدا ولا يساوي شيء طول الوقت. فانت ما طلعتش وهتفت ودفعت من دمك عشان بس انه شويه افراد يمشوا، لا ده انت كنت ضد الفكره بشكل اساسي. فانا اتمنى لما احنا بنقول، لما بنيجي نتكلم او اي حد بيقول انه الاخوان انه كل الناس مدعوه للحوار، فيقول لك طب والاخوان هتعملوا ايه في الاخوان؟ هتبقى بوابه خلفيه لدخول الاخوان؟ مفيش حاجه اسمها اخوان فعليا، مفيش حاجه اسمها اخوان لا على المستوى السياسي في مصر ولا على المستوى الشعبي، والا الناس تبقى بتهزر. يبقى انت عملت كل ده وراجع في الاخر تقول الناس تدخل وتيجي وتقعد وبتاع. خلونا نتكلم احنا عن بلدنا ونتكلم نشوف بلدنا عايزين ايه. طيب احنا كنا نوهنا عن التقرير بتاع وزارة الداخلية كلنا واحد. خلينا نستمع لهذا التقرير ونرجع. عندنا مفاجأة لحضراتكم هنعلن عنها في نهاية هذه الحلقة، بس خلونا نشوف التقرير. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة تمام وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل، لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي أن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا، تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقتنا بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجا ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتكون بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصا في الأماكن الأكثر احتياجا، فبتسهل على المواطن أنه هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين، بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك
منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. كنت بقول لحضراتكم في مفاجأة يعني لكل محبي الفنان الكبير الراحل سمير صبري، لكن قبل ما أعلن عن هذه المفاجأة لحضراتكم الحقيقة أنا بناشد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه دائما ما يتذكر أبناء مصر الذين منحوها من يعني جهدهم ومن ثقافتهم ومن فنهم. سمير صبري جزء من تاريخنا الآن، فلا أقل من شأنها يعني يمكن حتى أسوة بالفنان الكبير سمير غانم، لأنه ده الحقيقة بيدي أكتر من رسالة أنه البلد بتقدر أبنائها، وده حصل. يعني هنا أنا لا أقول شيئا من فراغ، لا ده هو حصل، فأنا يعني أشير إلى ده أنه كمان يكرم سمير صبري من خلال إطلاق اسمه على إنجاز من إنجازات الشعب المصري الآن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعتقد أنه ده أمر يعني سيكون أمر عظيم جدا إن شاء الله. مفاجأتنا لحضراتكم النهاردة الحقيقة وتكريما لسمير صبري، وأنه إحنا فاكرينه وعارفين ما قدمه لمصر وللجمهور العام في مصر. شبكة تلفزيون النهار قررت الحقيقة أنها تعيد حوار كان الصديق العزيز تامر أمين أجراه مع الفنان الكبير سمير صبري في أكتوبر 2021، يعني في السنة اللي فاتت كان هو ضيفنا هنا في آخر النهار على الزميل العزيز تامر أمين، وهذا حوار يمكن هتستعيده به سمير صبري، تستعيده روحه، تستعيده حيويته، تستعيده تدليل على قيمته، لأنه هذا الرجل هو أحد أمناء سر الذاكرة المصرية وأحد الذين يحفظون أو كانوا يحفظون تاريخها الفني والثقافي. فهذه هدية نضعها حول روح سمير صبري. نعيد هذا الحوار، فهنطلع فاصل، مش هنخلص آخر النهار النهاردة، فإحنا بنكمل آخر النهار، هنطلع فاصل. أنا هقول لحضراتكم تصبحون على وطن كالعادة، لكن بعد الفاصل هذا الحوار الذي تهديه شبكة تلفزيون النهار إلى روح العظيم الفنان الراحل سمير صبري، حواره مع صديقي العزيز تامر أمين.